السلام عليكم، أهلا بكم. آخر كلام وحلقة جديدة على شاشة مكملين. محمد معيط وزير المالية المصري بيتحفنا بتصريحات جديدة عن الأوضاع في مصر، والحقيقة بيتكلم على أن الناس اللي برا بيحسدونا. فكرت والله أنزل مع الشباب في الإعداد هنا في لندن، نمشي في الشوارع مثلا ونسأل الناس أخبار مصر إيه، بتحسدوا مصر على إيه مثلا، إيه اللي موجود في مصر مش موجود عندكم في بريطانيا، يعني بحيث نتأكد الوزير محمد معيد بيحكي عن مين أو بيتكلم عن مين. والله دي فكرة فيديو ممكن فعلا أنزل أعمله، يعني إن أنا أنزل في الشوارع هنا كده أسأل ناس، والله وزير المالية المصري بيقول إن أنتوا بتحسدوا الناس في مصر، إيه رأيكم؟ ونسمع بقى من غير رقابة، من غير تيت، من غير صفارات، نشوف الناس هتقول إيه، أو الناس أصلاً دارية بالوضع في مصر ولا لا. لكن محمد معيط الحقيقة بيتكلم إن إحنا عندنا مشاكل في خروج أموال ساخنة من البلاد، وفي نفس الوقت الناس اللي برة بتحسدنا. طيب إزاي الاتنين ماشيين مع بعض؟ الإجابة بس عند محمد معيط، هو الوحيد اللي بيعرف، هو الوحيد اللي بيفهم. وطبعا زي ما قلنا انه السيسي هو فكرة صغيرة موجودة في كل الوزارات. خلينا نشوف كده، شبكة رصد الإخبارية نشرت الخبر عن خروج 23 مليار دولار خرجت من مصر في الفترة اللي فاتت، وقال ان ده عام صعب للغاية على الاقتصاد المصري. في نفس الوقت اللي محمد معيط بيتكلم فيه عن القصة دي، وكالة بلومبرج بتنشر تقرير مهم الحقيقة عن التضخم. نشوف كده الصورة من بلومبرج. طيب هنا البلومبرج بتتكلم ان التضخم بيرتفع بشكل كبير جدا في الفترة الأخيرة بعد تعويم الجنيه المصري. التقرير كان يوم 8/12 امبارح، صدر هذا التقرير عن وكالة بلومبرج. بالحديث بقى عن التضخم وخروج الأموال الساخنة، موضوع طبعا الحسد ده وان الناس اللي بره بتحسدنا اكيد ما ينفعش نتكلم فيه مع اي حد غير مع حضراتكم في الساعة الثانية. فجهز نفسك كده في الاتصالات، عندنا شوية ارقام لطيفة هنتكلم مع بعض فيها واسمع رأيكم، الناس اللي بره بتحسدنا ليه وعلى ايه وشمعنا، ايه اللي عندنا مش موجود عندهم، ونحكي مع بعض، ناخد وندي مع بعض، وانتوا ردوا على محمد معيط بمعرفتكم يعني. لكن خلونا نروح كده لموضوع التضخم لانه مهم الحقيقه، وفي ارقام كتير جدا لافته للانتباه في هذا العام، نقلا عن وكاله بلومبرج في التقرير اللي قالت ان التضخم بيتسارع باعلى معدل له منذ 5 سنوات. تعالوا نشوف مع بعض الارقام كده، ايه بتقول ايه الارقام نقلا عن الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء. طيب في 2021 كان التضخم في مصر 6.5%، يناير 22 بدأنا في الارتفاع وصل ل 8%، مايو 2022 بعد 5 شهور فقط 15% كان التضخم، اكتوبر 2022 وصلنا ل 16.2%، نوفمبر 2022 وصلنا ل 18.7%، واخيرا ديسمبر 22 وصلنا ان التضخم 19.2%. الرقم اللي قدام حضراتكم في ديسمبر 22 ده اعلى معدل تضخم وصلت له مصر منذ 5 سنوات. طيب موقع مدى مصر الحقيقة نشر تقرير تاني بيتكلم عن معدلات التضخم واثرها على الاسعار على اساس سنوي. تعالوا نشوف مع بعض كده في الرسم البياني اللي ظاهر قدام حضراتكم، الخبز والحبوب المعدل التضخم فيها حوالي 52%، الطعام والمشروبات 31%، الألبان والجبنة والبيض 40%، الأسماك والمأكولات البحرية 38%، اللحوم والدواجن 30%، السكر والبن والشاي والكاكاو والزيوت من 20% ل 30%. أرقام تانية مهمة أيضا وهي أسعار الطعام اللي بيرتفع 5% عن شهر أكتوبر. في شهرين بس حصل ارتفاع كبير في أسعار الطعام، زي ما الرسم مبين قدام حضراتكم، الزيوت ب1.4%، الخضروات 7.8%، اللحوم 6.8%، الأغذية والمشروبات 29.9%، حوالي 30%، وده طبعا أدى لزيادة الضغط الكبير على ميزانيات الأسر والشركات. الأرقام اللي احنا قلناها دي بتقول حاجة مهمة قوي، بتقول ان الوزير محمد معيط بيرد على نفسه من غير ما ياخد باله، او احيانا بياخد باله. فاكر لما قلت لك امبارح على برميل البارود اللي بيولعوه بنفسهم بايديهم ماسكين الولاعة وهم قاعدين فوق البرميل اللي مليان متفجرات
وبيحاولوا يولعوا في نفسهم. محمد معيط هنا بيقول الكلام وبيقول عكسه. خرج 23 مليار من الأموال الساخنة بس العالم بره بيحسدنا. تعالوا نشوف كده معيط وهو بيناقد نفسه بيقول إيه. شبكة رصد نقلت عن مداخلة هاتفية لمعيط في إحدى البرامج الفضائية بيقول 23 مليار دولار من الأموال الساخنة خرجت من مصر. قال كمان إنه الوضع صعب ومليء بالتحديات. طيب جميل. قال كمان إن الاقتصاد المصري كان سيعاني العام الحالي حتى وإن لم تندلع الحرب الروسية الأوكرانية. لو ما كانش في حرب روسية أوكرانية كان برضو هيبقى في مشكلة في الاقتصاد المصري، عشان لما يطلع الناس يقولك ده احنا في حرب حوالينا تقول له ده محمد معيط قال كلام غير كده. قال كمان وزير المالية المصري إن التعافي هيحتاج فترة طويلة، وإنه بما يخص الحلول أو فيما يخص الحلول مصر بتسعى لحل المشكلة التمويلية من خلال تنويع أدوات الدين والتوسع أيضا في آليات التمويل غير الاعتيادية زي القروض. وقال كمان أنه حاليا يجري الإعداد لطرح سندات باندا بالسوق الصينية. طيب إلى أي مدى الوزير محمد معيط هينجح في الكلام ده؟ وإيه دلالات أنه هو بيقول الناس بره بتحسدنا وفي نفس الوقت بيقول الوضع صعب والتعافي هياخد فترة طويلة والعام الحالي كان هيبقى فيه مشكلة حتى من غير الحرب الروسية الأوكرانية؟ خلينا ننقل تصريحات وزير المالية المصري محمد معيط لضيفي عبر الإنترنت الدكتور مصطفى شاهين الخبير الاقتصادي. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ أسامة، وسعداء بحضرتك وسعداء بكل السادة المشاهدين. وأنا بعتذر لحضرتك عن الفترة الماضية نتيجة ظروف مرضية وبعض الظروف مرت بها، فأنا بعتذر لحضرتك ولجمهورك الكريم عن انشغالات الفترة الماضية. العفو دكتور، حضرتك ضيف عزيز يعني تشرفنا في أي وقت ودايما بنسعد بوجودك. وخليني أبدأ من الرقم بتاع 23 مليار دولار، إيه دلالات هذا الرقم؟ لا والحقيقة دلالة الرقم دي احنا حذرنا كثير جدا من قضية انك انت تعتمد على الاموال الساخنة. اسعار الفائدة لما ارتفعت داخل الولايات المتحدة الامريكية جعلت رؤوس اموال كثيرة جدا تهرب من مصر، فضلا ايضا عن ان المستثمرين الاجانب عرفوا وادركوا ان هنالك تعويما سيجري في المستقبل. الكلام ده بقاله تقريبا هذه رؤوس الأموال خرجت قرابة من 9 شهور. خروج رؤوس الأموال أيضا عجل بقضية التعويم اللي احنا شفناها في شهر مارس ثم شفناها مرة تانية في شهر أكتوبر، نتيجة أن الحكومة كل الحصيلة اللي كانت عندها من رؤوس الأموال الساخنة كلها هربت من مصر لعدم الاستقرار في مصر، أو لأن سعر الفايدة اللي في مصر حتى لو حصل سعر فايدة مرتفع وتم تعويم العملة فكل الأجانب كانت هتخسر في مصر. علشان كده هم الأجانب طلعت من مصر، ومش كده وبس، مفيش أمل إن هم يرجعوا قريبا لمصر لأن أسعار الفايدة في العالم مرتفعة والجنيه في مصر الآن أصبح غير مستقر، بل إن كل يوم الآن الدولار بتمن في مصر. عدم استقرار الدولار في مصر الحقيقة عامل هو المشاكل الضخمة دي جدا اللي مش هيخلي الحكومة تستطيع إنها تتحصل على أي قروض في الفترة المقبلة خاصة من رؤوس الأموال الساخنة. فهروب الأموال من مصر ده طبيعي جدا ومنطقي جدا نتيجة عدم الاستقرار اللي احنا شايفينه في مصر الآن من تدهور الجنيه أمام الدولار اللي لسه احنا في بداياته، يعني الأمر سيشهد أمور أخرى في الفترة المقبلة. طيب الكلام عن التضخم دكتور، تقارير كتير جدا في بلومبرج، تقارير في مدى مصر بتتكلم على ان التضخم بيوصل لاعلى معدل ليه من 15 سنه تقريبا قرب ال 20%، وده اثر او انعكس على اسعار حاجات كتيره جدا استعرضت منها جزء بدايه. الحكومه ازاي بتواجه حاجه زي كده؟ ده سؤال جميل جدا الحقيقه. الحكومه الان عاجزه ولا تستطيع انها تعمل شيء الان. الحكومه لا عندها انتاج تقدر تنتجه ولا عندها سلع تقدر تنزلها في السوق، بل الحكومة هي من أكبر الأسباب التي أدت إلى الأزمة. الحكومة هي عن طريق سحب الدولارات للمشروعات اللي عملتها جعلت هناك عجز في السوق، زود الطلب على الدولار، رفع سعر الدولار. فالحكومة الآن مش بس عاجزة، بل الحكومة هي السبب الرئيسي في هذا الفشل اللي احنا بنعاني منه في مصر.
لانك انت استخدمت الدولارات في اغراض غير انتاجيه، او على الاقل في الاجل المنظور غير انتاجيه زي المشروعات العملاقه وغيره، مش هتديني عائد مباشر سواء زياده في الانتاج او زياده في الصادرات. فعلشان كده الحكومه هي السبب، هي التي اودت بالاقتصاد الى هذا الفشل الذريع، وهي التي اثرت بهذا الامر. حتما الموضوع ان احنا حدث الكورونا حرم الاقتصاد المصري من السياح اللي كانت بتجيب لي مبلغ يجي 12 مليار دولار في السنه. هذا المعدل قل صحيح، لكن الحكومه لفتره طويله احنا بقالنا كتير جدا بنحذر من انك انت ترتكن الى رؤوس الاموال الساخنه. بعد كل هذه التحذيرات طلع وزير الماليه مؤخرا قال احنا اخطانا ان احنا اعتمدنا على رؤوس الاموال الساخنه. طيب دكتور، الحقيقه في تصريحات محمد معيط، مش عارف يعني كخبير اقتصادي هل هو ده الحل فعلا لحكومه عاجزه اقتصاديا ولا لا؟ هو بيقول انه يمكن حل مشكله مصر الاقتصاديه والتمويليه من خلال مزيد من القروض، تنويع ادوات الدين والسندات. ايه رايك؟ كل هذا ليس حل. كل هذا ليس حل يا دكتور اسامه. ليه؟ لان كل ده هو اقتراض هيدفعوا الأجيال المستقبلية. عارف لو أنا خدت هذه القروض ورحت عملت مشروعات جديدة وعملت مصانع وعملت شركات، هقدر أقول لك فعلا سيشعر المواطن بثمرة في الأجل القريب. لكن أنت كل الفلوس اللي خدتها عملتها في العاصمة الإدارية الجديدة، أو عملتها في بعض مشروعات البنية الأساسية زي القطارات. ناهيك أن خلي بالك أن لم يحاسب أحد في مصر. يعني أنا دلوقتي محدش يعرف الحكومة خدت البلد مديونة ب 47 مليار دولار، الآن الدولة مدينة ب 157 مليار دولار. فأنتوا ورطتوا البلد في ديون، وورطتوا البلد في اقساط، وورطت البلد في فوائد. مين اللي هيدفع الفوائد ومين اللي هيدفع الاقساط؟ رايح تاخد قروض جديدة. هذه القروض الجديدة ما هي إلا مسكن، ليس حلا. الحل مش موجود، والحكومة لا تخطو أي خطوة تجاهه بصراحة شديدة جدا للغاية. يعني هو واضح ان في حل دكتور، والحكومة رايحة في اتجاهه فعلا، يمكن يعلن عنه في خلال ايام، وهو التعويم الثالث للجنيه او التعويم الكامل للجنيه، وربما يكون سعر الجنيه رسميا 30 او 32 جنيه في البنوك، وفي السوق السوداء يمكن يوصل ل 40 و50. فواضح ان ده الحل اللي الحكومة رايحة له. ايه رأيك؟ الحل ده لو انت وصلت للعملة، خلينا نفترض ان الحكومة قالت انا هعمل تعويم كامل. تعويم كامل يا دكتور أسامة، هتفضل الدولار يرتفع حتى يصل إلى الاستقرار بتاعه. 30 جنيه لا أحد يعلم، 40 جنيه لا أحد يعلم، 45 جنيه لا أحد يعلم، ولكن اللي هيعلمنا كده هو السوق. لكن إذا أنت فضلت بوتيرة الاستهلاك الداخلي ووتيرة الاستيراد اللي أنت موجود عليها، فاعلم علم يقين أن الدولار سيرتفع ثم يرتفع ثم يرتفع. فلو استقر الدولار عند 30 جنيه، السنة اللي بعدها يكون ب 34، ولو استقر عند 34 لمدة عام، السنة اللي بعدها يكون 38، لأن العوامل المغذية لزيادة الطلب على الدولار مستمرة ومستقرة ومزمنة. عشان كده نقدر نتنبأ بما لا يدع مجال للشك أن هنالك ارتفاعا مضطردا في سعر الدولار في السوق المصري. طيب سؤالي الأخير يا دكتور، امبارح كنت بناقش مقال لأندرسون كلارسون، وهو باحث في كينجز كوليدج لندن، كان بيتكلم أن السيسي يجلس فوق برميل من البارود. حضرتك بصفتك خبير اقتصادي، برأيك الأزمة الاقتصادية بتمثل نسبة قد إيه من برميل البارود اللي ربما ينفجر في وجه هذا النظام قريبا؟ هو الحقيقة الأزمة الاقتصادية في مصر يا دكتور أسامة، التوصيف الأندرسون للمشكلة ده حقيقي، لكن ما تحت هذا البرميل هو ان ما فيش اي قوة سياسية في مصر تستطيع انها تحل الأزمة او تساعد في حل الأزمة. فالقوة السياسية في مصر في حالة احتقان، لا يوجد من يحاسب هذه الحكومة، لا يوجد من يقول لك اين هذا واين انفقت هذه الأموال واين ذهبت هذه الدولارات. فالاحتقان العنصر الاقتصادي هو اللي ظاهر لنا على وش البرميل، لكن ما تحت البرميل هناك أزمة سياسية قوية جدا في مصر، والحكومة لا تعبأ بها. ويبدو لنا تماما يعني من التاريخ اللي احنا استعرضناه خلال 10 سنوات يا دكتور أسامة، أن الحكومة مستمرة على هذا النهج، ولا تريد ولا تحاول
إنها تغير هذا النهج. فنستطيع أن نتنبأ بأن الأزمة مستمرة ومستمرة ومستمرة للأسف الشديد. أشكرك شكرا جزيلا دكتور مصطفى شاهين الخبير الاقتصادي، كنت ضيفي عبر الإنترنت. من فترة كنا استعرضنا معاكم خبر بتاع التغيرات المناخية وارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط وخطر ده على اسكندرية، على الدلتا، على محافظات كثيرة وأهمها المحافظات الساحلية، وحتى يعني قلنا أنه النظام المصري عشان يحارب الكلام ده راح يعمل مدينة جديدة اسمها أبو قير الجديدة، وهو بيقول أن في مشاكل في التغيرات المناخية. لكن النظام الحقيقة واضح أنه هو بعد قمة المناخ أو قبلها قرر أنه ياخد خطوات جادة تجاه أزمة التغيرات المناخية في اسكندرية، وقرر أنه يبني حائط بحري. طيب والله كويس، ده خبر كويس. طلعوا لنا كده الخبر على الشاشة. وزارة الري تعلن عن إنشاء حائط بحري بطول 835 متر لحماية طريق كورنيش الإسكندرية من النوات. يبقى هنا احنا عندنا نوات بتحصل في كورنيش اسكندرية، فاحنا هنعمل حائط بحري. انا قبل ما اتكلم على موضوع الارقام، لان الارقام مهمة والتكلفة مهمة برضو، هنستعرضها في فيديو كمان شوية، انا بس عايز اقول حاجة يا جماعة. هو مش المنطقة بتاعت سان ستيفانو والمنطقة بتاعت كورنيش اسكندرية دي هو نفس النظام اللي راح دهس الكورنيش بتاعها وشال المنطقة اللي كانت فيها رملة وعمل عليها ممشى خرساني والعالم كله اتريق عليه وقال انت بتعمل ايه في اسكندرية؟ يعني انا الحقيقة مش قادر افهم. لو في مشكلة في التغيرات المناخية وانت عايز تواجهها، فهو الاولى انك تحافظ على ما تبقى لديك من الطبيعة. يعني عندك رملة وعندك شط وعندك كذا، ما تروحش تخرب الشط ده بايدك وتشيل الرملة وتدخل على الجزء اللي على رملة وتعمل لي ممشى خرساني وتقول لي الصداع عشان الشكل وعشان التوسعة، وبعدها بشوية تصرف مش عارف كم مليون، تقريبا حاجة وستين مليون على الجدار أو الحائط البحري ده عشان تحمي النوات. فهو يا إما في استراتيجية إما فيش استراتيجية الحقيقة. لكن لما بدأنا ندور ونشوف كده هو موضوع الحوائط البحرية ده موجود في العالم ولا لأ، فبصراحة لقيناه موجود. وهنعمل مقارنة سريعة كده مع إندونيسيا تحديدا. نطلع كده الصورة من موقع أرقام إندونيسيا اللي بيتكلم على إندونيسيا تبني حائطا بحريا أمام العاصمة لحمايتها من الغرق. الحائط ده كان ليه أسباب يمكن تظهر في الصورة اللي جاية أيضا، إنه في خطر وجودي يهدد عاصمة أكبر دولة مسلمة في العالم، وكان بيتكلم على العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وبيقول إنه هو لا، في حائط بحري موجود هناك وبيعملوه عشان يحموا نفسهم من التغيرات المناخية ويحموا نفسهم من الغرق. ما بين إندونيسيا وما بين مصر، ما بين الحائط ده والحائط ده، تعالوا نشوف مع بعض كده الفيديو اللي جاي ونركز في شوية حاجات. أول حاجة المساحة، الطول بتاع كل حائط. تاني حاجة التكلفة، لأنه التكلفة لما هنيجي نشوف المقارنة ما بين مصر وإندونيسيا، ما بين اسكندرية والعاصمة الإندونيسية، هنلاقي فرق شاسع في التكاليف. وبعدين نرجع نعلق على الداعي، الأسباب، الكفاءة، التكاليف بتاعة كل حائط بحري من الاثنين. نتابع. We'll be right back.
يبقى إذن في حائط بحري في دول بتعمله لأنه هو ضرورة. أيوة بيتكلف 200 وشوية مليون دولار في إندونيسيا، عندنا بنعمل حائط هيتكلف حوالي 4 مليون والتاني 11 مليون دولار عند قلعة قايتباي حاجز أمواج والكلام ده. أنا هنا مش بناقش احتياج احنا محتاجين ولا لا، اكيد محتاجين، اكيد مع التغيرات المناخيه احنا محتاجين، بس محتاجين ايه وبكام وطوله قد ايه ومساحته قد ايه والتكلفه قد ايه والكفاءه قد ايه. ما انت ما تجيش تقول لي مثلا الهيئه الهندسيه هتنفذ ولا الحاج حسين هينفذ ولا الحاج مش عارف مين هينفذ وانا مش هدفع لك الفلوس، ما مش هينفذ كويس فبالتالي هنرمي فلوس في الارض وهنرجع بعد كده نشيله ونعمل غيره. انت عندك دول لما بتعمل حاجه زي كده بتعملها صح، بكفاءه عاليه، بتكلفة ممكن تكون عالية لكن خلاص هي بتعمل مرة واحدة وبتستفيد منها بعد كده. لكن الوضع عندنا في مصر الحقيقة ان احنا بندور الحاجات اللي زي كده بطريقة الحاج سعيد موجود والحاج حسين موجود والمهندس مش عارف مين موجود. ما تيجوا نفتكر كده السيسي بيدور المشروعات اللي شبه دي بطريقة عاملة ازاي ونرجع نعمل. تاخد الفلوس بعد سنة حاج سعيد. ايوه ما هديلك فلوس كبر المنيب بقى خدها الصرفة هنا. احرجتك؟ لا مش عايز احرجك، مش عايز احرجك. طب اديك جزء يعني. ماشي تعالى بقى يا فندم. اوامر يا فندم. اوامر ايه؟ لسه تكتب امر بيه. اوامر ما تدفعش. طب اسمع يا حاج سعيد. امر يا فندم. هياخد 25 لغايه لما يسلمه لنا. تمام يا فندم. ماشي كده؟ تمام يا فندم. بس على طول. حاضر يا فندم. ماشي يا ايهاب. بص يا ايهاب وبص يا كامل وبص يا عم سعيد، احنا عندنا حائط بحري عايزين نعمله في اسكندريه بتكلفه 4 مليون، وحائط بحري تاني عايزين نعمله او حواجز امواج قدام قلعه قايتباي ب 11 مليون، انت تاخد وانا اوامر ومش هديك ومش هعمل، خد 200 الف بس لحد ما اشوف ومش عارفه في الاخر الحاجه بتتعمل بايظه، الحاجه بتتعاد تاني، بنرمي فلوس في الارض، الناس مش بتاخد حقها، عبد الفتاح السيسي بيطلع يقول لك انا عملت حوائط بحريه وعملت كذا وكذا وكذا. النقطه الثانيه الحقيقه اللي السيسي برضو بيدير بيها المشاهد اللي زي دي هي قصه ان انا مش بعمل حاجه ببلاش. تعال نشوف كده قال ايه قبل كده. ما تضايقش ما تضايق يا فندم، ما ايه ما تضايقش، ادفع بقى. ايوه ادفع، هي مفيش حاجه كده ببلاش، مفيش ببلاش خلاص. واحنا هنعمل كل حاجه اللي انتوا عايزينها، مصنع عطور ومصنع كل حاجه اللي انتوا عايزينها. هنعمل حائط بحري بس مش ببلاش، انتوا اللي هتدفعوا. مين اللي هيدفع؟ الناس، حضراتكم اللي هتدفعوا الكلام ده من جيوبكم، لان احنا محتاجين حوائط بحريه. طب حضرتك كورنيش اسكندريه اللي هو انت بوظته، طب قصر المنتزه اللي انت جرفت فيه الحشائش والاماكن الخضراء والمساحات الخضراء، لا دي حاجه تانية. القصه اللي احنا بنتكلم فيها هنا مش عن جدول مشروع ولا عن اي حاجه، انا زي ما قلت لك كويس ان النظام ده بيعمل حاجات تواجه التغير المناخي. يمكن حد يستغرب يقول لي ايه ده انت بتقول ان هم بيعملوا حاجه كويسه؟ اه الحقيقه لو هو بيعمل حائط بحري فدي حاجه كويسه، اعمل حائط بحري، حاول تقلل من اثر النواه، بس حضرتك هتمشي في استراتيجيه حمايه البيئه، فاحترم نفسك واحترم البيئه وبطل قله القيمه اللي انت بتعملها في البيئه في المنتزه وفي سان ستيفانو وفي شواطئ اسكندريه. فالحقيقه دي كانت قصه نموذج من نماذج التناقض الشديد اللي بيعيشه هذا النظام. صحيفة الشروق المصرية بتنشر خبر انه في قرار جمهوري من عبد الفتاح السيسي بنقل ملكية او نقل 10 منشآت، ملكية 10 منشآت من وزارة الداخلية للخزانة العامة للدولة. يعني الداخلية عندها شوية حاجات كويسة، سجون بقى، اراضي ما اراضيش، حاجات كده كتير يعني. فالسيسي قرر انه ياخد 10 منشآت، ياخد الملكية بتاعتها يحطها في خزانة العامة للدولة. طبعا الخبر اللي ظاهر قدام حضرتك ده معناه ايه باختصار شديد كده؟ معناه انه هياخد الحاجات دي ويبيعها. هيبيعها لمين؟ اهو امبارح كنا بنكلمك عن الصين، انت متابع اكيد معانا موضوع الامارات، متابع السعوديه، متابع قطر، متابع الصناديق السياديه الخليجيه اللي بتيجي تشتري كل حاجه وبتاخد مننا كل حاجه، وبالتالي احنا عندنا يا جماعه دوروا لنا كده ايه المؤسسات اللي عندكم تستاهل. فوزارة الداخلية قالت له يا فندم احنا عندنا 10 منشآت حلوين وفي اماكن حلوة جدا في وسط البلد وحاجة يعني بصراحة تشرح النفس يعني. قال له هتجيب لنا شوية فلوس حلوة؟ قال له هجيب شوية فلوس حلوة، خدهم يا ابني حطهم في الخزانة العامة للدولة. هتقول لي الدولة هنا مش بتاخد الملكية دي عشان تستفيد منها، لا الدولة هنا بتاخد الملكية دي عشان تبيعها عشان يجي لها فلوس، لان محمد معيط، هي الحلقة كلها مشبكة ببعضها، لأن محمد معيط قال لك في 23 مليار من الأموال الساخنة خرجوا من البلد، فإحنا عايزين نجيب أموال ساخنة. طيب الناس مش بتجيلنا بره لأن إحنا نظام فاشل وقمعي وقاعد على برميل بارود ومش عارف يعمل أي حاجة اقتصادية، فنعمل إيه؟ فنبيع.
فعندنا الصين بتاخد بديون مخفية ادي، عندنا السعودية بتيجي تعمل مش عارف ايه وتأجل الوديعة يلا، عندنا قطر بتيجي تشيل مواني وتيجي مش عارف ايه يلا، قطر حبيبتنا تصالحنا معاها، عندنا المنشآت بتاعت وزارة الداخلية ناخدها في الخزانة العامة ونبيعها بعد كده ومال. تعالوا نشوف تفاصيل اكتر في هذا الفيديو. يمكن موضوع السجون الكتير اللي كانت موجودة في التقرير ان هو بياخد الملكية بتاعتها وبيحطها في الخزانة العامة للدولة عشان يبيعها، لان الاماكن دي في يعني في وسط البلد زي ما بنقول، سواء في محافظات او في العاصمة المصرية القاهرة. فده يمكن يفسر لك هو ليه راح لسجن بدر الجديد عمله في الصحراء، وراح في الصحراء عمل سجون بهدل بيها الاهالي واهاليهم وكل حاجة احنا بنسمع عنها من التقرير الحقوقية الكام شهر اللي فاتوا، و أخذ الأماكن التانية اللي هي موجودة في أماكن متميزة في المحافظات أو في العاصمة عشان يبيعها. فكرة الخصخصة هي فكرة موجودة عند عبد الفتاح السيسي من فترة، والراجل أعلنها أكتر من مرة، اتكلم على شركات الجيش، اتكلم على الشركات العادية، اتكلم على المستشفيات، اتكلم على حاجات كثيرة جدا كان جزء منها في الفيديو ده. تعالوا نفتكره مع بعض. المسألة أنت كنت بتطرحه تقول لي طرحها للقطاع الخاص وطرحها للأجانب وأنا معاك، بس أنا ما عنديش وقت أتأخر أكتر من كده. ما عنديش وقت ايه؟ هتأخر اكتر من كده. ما عنديش مهلة 10 15 سنة قبل ما اطرح والناس تيجي واقعد اسوقهم واحنا شاطرين نسوق. لكن انا عارف اعمله ان اعمل. اللي انا عارف اعمله ايه؟ اعمل انا. طب بقت موجودة اللي عايز يتفضل لكل الناس. بما فيها شركات الجيش؟ ايوه. والكلام ده قلته بدل مرة كام مرة يا دكتور مصطفى؟ طب شركات الدولة مطروحه؟ ايوه. انتوا يعني مش بتعتبروا ان اللي موجود ده فرصة؟ مش كده؟ اللي موجود فرصة، طب وماله؟ بيع يا لطفي، بيع يا مصطفى، بيع يا ابني، خد شركات الجيش، خد شركات الدولة، خد أي حاجة، أنا ما عنديش 15 سنة استنى، أنا عايز أخلص وعايز أبيع وعايز أتحرك في القصة. إحنا تعودنا دايماً لما السيسي بس بيهمس بحاجة زي كده حظيرة الإنتاج الإعلامي بتتلقف الإشارة وبتبدأ تشتغل وبيجي لها الكلام على جهاز السامسونج. كان منهم أحد الأذرع الإعلامية اللي شغال في قناة سعودية طلع أيامها اتكلم على فكرة الصناديق الخليجية السيادية. يعني إيه الصناديق دي ونستفيد منها إزاي؟ تعالوا نفتكر مع بعض قال إيه. أما نيجي نلقى أن هناك صناديق سيادية عربية جاية تشتري في مصر، لا أنتوا بتبيعوا بلد، بتبيعوا مصر. طبعا من أهم الحاجات اللي دايما الجمل اللي بتتنحت تاريخيه وقويه، انت بتبيع البلد، انت بتبيع مصر. طيب مصر ليست بدعه، مصر ليست بدعه. فهيبدا الاستاذ يكلمك عن دول تانية، ومش هيقول لك ان في فرق كبير جدا ما بين الاستحواذ وما بين الاستثمار،
وفي فرق كبير جدا من انك تيجي تاخد الاصول الموجوده تتملكها وبين ان انت تستثمر، فالدوله تستفيد وانت تستفيد. لكن هي قصه بيع مصر بتزعلهم شويه، بتزعجهم قوي قصه ان هم يتهموا ببيع مصر، لان اللي حصل في تيران وصنافير كان على رؤوس الاشهاد باعوا البلد، باعوا حته ارض من البلد، ولم يتفوه اي شخص منهم بكلمه، لانه عارف ان لو كان اتكلم هو هيخسر شغله في القناه السعوديه وهيتنفخ في السجون المصريه على يد عبد الفتاح السيسي. لكن زي ما تعودنا كده الماستر سين بتاع الفقره دي، بتاعت اي فقره فيها بيع يا عواد ارضك او منشاتك او وزاره الداخليه بتاعتك او اي حاجه، هي لقطه عبد الفتاح السيسي وهو بيهدد المصريين انه لو ينفع يتباع هيتباع. هقول تعبير صعب جدا جدا والله العظيم، انا لو ينفع اتباع لاتباع. طيب اليومين اللي فاتوا السيسي الحقيقه حضر الكشف الهيئة بتاع طلبة الكلية الحربية مرة تانية، وهو خلاص ابتدع القصة دي وبقى بيحب قوي ان هو يروح يقعد كده. وانا فاكر كشف الهيئة ده حاجة سخيفة جدا جدا، يعني كنت رايح مترشح ضابط احتياط، فانت بتدخل تقريبا بالملابس الداخلية يعني من غير اي حاجة من فوق، وبتبقى واقف كده ظهرك او وشك للهيئة وظهرك في شاشة انت مش شايفها، انت واقف انتباه، وبيطلع بقى البيانات بتاعتك، طولك ووزنك واسمك وتاريخك وتاريخ عيلتك وكل حاجة تخصك، والهيئة دي قاعدة قدامك. كان أيامي يعني كان مدير كلية ضباط احتياط اللي هو كان محافظ السويس بتاع الرياح الشمالية الغربية، كان هو اللي عمل كشف الهيئة بتاعنا لما كنا داخلين ضباط احتياط. فالقصة انه بيعملها ضباط، بيعملها مدير كلية ضباط احتياط مثلا، بيعملها مدير كلية حربية، كلام ده يعني. لكن السيسي بصفته راجل عسكري فهو حابب القصة قوي، حابب انه يقعد كده ويحضر كشف الهيئة بنفسه ويقعد يقول للولاد انت خلي بالك من كذا، وانت يا ولد تعمل مش عارف ايه، بتشرب سجاير ولا بتشربش، اسمع كلام ماما واشرب اللبن قبل ما تنام بالليل، والحاجات الحلوة الجميلة دي. يعني الموضوع بقى مثار كده احتفالية جميلة قوي، يعني فخامة الرئيس رايح يحضر كشف الهيئة. تعالوا نشوف كده موقع صدى البلد كتب قال ايه عن حضور السيسي لاختبارات الكليات العسكرية. دلالة حضور السيسي لاختبارات الكليات العسكرية. طبعا واحد هيقول لي دلوقتي انت فوتت كلمة الرئيس، معلش يا جماعة انا احيانا نظري بيبقى ضعيف مع بعض الكلمات فاعذروني يعني. فدلالة حضور السيسي لاختبارات الكليات العسكرية، ده صدى البلد كاتب بقى تقرير طويل، وازاي انه فخامة المش عارف ايه لما بيحضر، وما هي الدلالة والرسائل السياسية التي تحتوي على المضامين الكونية التي تنعش ذاكرة الطلبة وترفع من الروح المعنوية لأفراد وجنود وطلبة الكليات العسكرية في أنحاء الجمهورية. كلام جميل كده تقشعر له الأبدان، يعني تحس ان انت فعلا بتحب الوطن جدا وعايز بعد العمر ده تنزل تروح تقدم في الكلية الحربية وتشوف يعني فخامة المشير وهو قاعد بنفسه بيعمل لك اختبار كشف الهيئة. في صور طبعا من الكشف الهيئة ده يعني هتكلم معاكم فيه بالتفصيل احنا ليه اصلا بنناقشه، بس هي دي الفكرة. هم الولاد واقفين اهو انتباه كلهم طبعا، والسيسي واقف اهو مع قدامه الشاشه ومع الهيئه بتاعته قاعد بيدي النصايح والتعليمات وانت بتعمل ايه وانت بتسوي ايه. ودول طبعا جنود وابناء الوطن البواسل اللي هيكونوا رجال القوات المسلحه القادمين، وعبد الفتاح السيسي يعني بيديهم النصايح. طيب ايه من النصايح اللي قالها السيسي يا جماعة للناس دول او للولاد دول اللي هم اعمارهم تقريبا 17 سنة؟ تعالوا نشوف كده السيسي بيقول لطلبة الكليات العسكرية ايه. طلعوا لنا الصورة كده. كونوا قدوة لجميع شباب وابناء مصر. ليه بقى؟ ليه؟ دي جريدة الانباء الكويتية. ليه بيقول لهم كده؟ لانه الحقيقة دول كريزة الوطن بالنسبة لعبد الفتاح طبعا. دول الكريزة يا جماعة، دول اجمل حاجة في بلدنا، الولاد اللي داخلين الكلية العسكرية. ليه؟ لأنه كان في شخص واحد من حظيرة الإنتاج الإعلامي قال لك قبل كده بدل ما تدخل الكليات اللي هي بتاع الطب وهندسة وتشيل الشنطة وظهرك ينحني، روح ادخل كلية عسكرية وبقى ظهرك مفرود وبقى كذا. هي القصة مش في التمارين، القصة مش ان ظهرك مفرود، القصة ان انت ظهرك مسنود. وفي فرق بين الاثنين، بين مفرود ومسنود، والاثنين على فكرة. انت لو ظهرك مسنود هيفضل مفرود، لأن يعني مش هيجي حد يضربك على قفاك او هيظلمك. ليه؟ لأن حضرتك ظهرك عبد الفتاح،
هو اللي عامل لك كشف الهيئة، فانت يا ابني عسكري. الاكتر من كده ان الراجل ده مش بس مخلي الولاد دول يدخلوا كليات عسكرية يتعلموا يلعبوا ضغط ويعملوا مش عارف ايه والكلام ده ويطلع ضابط يتنك على خلق الله ويديهم بالجزمة، لا، ده هو الفترة اللي فاتت حضوره الكشف الهيئة، حضوره حفلات التخرج، بقى كل سنة كده يقوم رازعهم قانونين جامدين قوي، يقولك ايه، ان خريج الكلية العسكرية ده هيبقى حاصل على بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية ومش عارف ايه، هيبقى واخد علوم، هيبقى خريج زيه زي اي حد، فهو شوية بعد شوية هيقول له يبقى زيه زي الدكتور والمحامي والمهندس. فانت يا حبيبي ايها الابن البار بالاسرة المصرية، ادخل الكلية العسكرية وهتطلع معاك ميكس شهادات محدش خده في التاريخ، هتطلع ضابط، البلد بتسندك، بتاخد اعلى مرتب في الدولة، بتضرب اي حد بالجزمة ما بتتحاسبش، لان الضابط احمد لو قتل حد يتحاسب؟ لا، مش هيحصل. وبعدين كمان بتعمل ايه؟ بتحصل على كل الامتيازات العلمية والأكاديمية، بنخليك زي المحامي وزي الدكتور وزي الضابط وزي المهندس وزي كل حاجة، انت بتبقى كده ميكس لطيف جدا. فطبعا اي أسرة مصرية، انا مش عايزة طب ومش عايزة اي حاجة، دخلوها جماعة حربية. وطبعا عندنا مشكلة انه مش اي حد بيدخل الكليات دي، وهتعرفوا بعد شوية ليه. لكن تعالوا نسمع السيسي كده وهو بيتكلم خلال الجولة التفقدية بتاعة الكليات العسكرية، قال ايه، نتابع. وخليني اقول لكل الطلبه او لكل الشباب اللي قدامي، انتوا الامل وانتوا المستقبل، وانتم اللي هتتحملوا مسؤوليه الحفاظ على الدوله المصريه. والحقيقه كل شاب بقى موجود معانا هنا دلوقتي في القوات المسلحه بقى فرقته مصر. لا، هو الحقيقه الكلام ده مش صح. لو انت في بريطانيا هنا، فالجيش البريطاني بيحمي الحدود البريطانية ومسؤول عن مش عارف كذا، او الجيش مش عارف في دولة كذا، ففي رقبته حماية الدولة بالمفهوم العسكري. لكن المسؤول عن حماية الدولة يا سيادة المشير هو الدكتور، هو المهندس، هو العالم، هو المعلم، هو العامل، هو اي حد موجود في هيكل الدولة، فهو في رقبته الدولة، مش طلبة الكليات العسكرية. حضرتك مين اللي قالك الكلام ده؟ يعني مين اللي رسخ عند معاليك ان انت مسؤوليتك حماية الدولة؟ لا حضرتك، مسؤولية حماية الدولة هي مسؤولية الصحفي اللي بينقل الحقيقة وبيرفع وعي الناس، هي مسؤولية الطبيب اللي بيعالج الناس وبيقدم لهم خدمة صحية متميزة، مسؤولية الممرض اللي بيرعى المرضى في العناية المركزة في أقسام المستشفيات الأخرى، مسؤولية المعلم اللي انت حرمه من المرتبات وعندك عجز 500,000 معلم في المدارس انه بيعلم جيل جديد يعني ايه قيمة الوطن وازاي يحافظوا عليها. مين اللي قال لحضرتك ان مسؤولية حماية الدولة المصرية هي مسؤولية طلبة الكليات العسكرية؟ دي في العهود العسكرية، تحت الحكم العسكري، تمام، لان هي ذرية بعضها من بعض، فحضرتك بتمشي بتورث جيل عسكري اخر عشان هو يتولى مقاليد الحكم، وده اللي مصر عايشاه من 52 لحد دلوقتي ما عدا سنة الثورة المصرية وحكم الرئيس محمد مرسي الله يرحمه. فقصة ان انتوا بتزرع فيهم الفوقية، انتوا اللي بتحموا البلد، انتوا قدوة للناس التانية، يا عمي مفيش الكلام ده. انت هنا في اي بلد بيحترم نفسه مفيش حاجة اسمها الضابط احسن منك. العامل اللي في المستشفى يمكن يكون احسن من ضابط الجيش في اي بلد بيحترم نفسه. ليه؟ هو باللي بيقدمه. الراجل عنده واجبات وعنده حقوق، بياخد حقوقه وبيؤدي واجباته، والدولة بتساوي ما بين الاثنين، مفيش قانون بيفرق، مفيش رئيس دولة بيطلع يقول له انت العسكري، انت حماية الدولة في رقبتك وانت قدوة لغير. مين اللي قالك كده؟ لا، مش قدوة لغير ولا حاجة، هو عادي زي احد خريج كلية طب القصر العيني، هو قدوة لغيره. حماية الدولة المصرية وأمانة في أعناق طلبة كلية طب قصر العين، وطلبة هندسة عين شمس، وطلبة تربية جامعة المنصور. مش فاهم اشمعنى أبناء الكليات العسكرية يا جماعة، بطلوا يعني فكرة النعرة العسكرية دي، انتوا بتطلعوا أجيال مشوهة نفسيا أصلا، بتطلع جيل بيتنك على خلق الله. ما احنا خلاص، احنا دقنا المر أيام مبارك، أيام حبيب العدلي، أن ضباط الداخلية كانوا هم أنا ربكم الأعلى. ضابط الداخليه ده اللي كان ليه صاحب ضابط، يا خلاص انا هكسر الاشاره براحتي ومش هقف في كمين ومش هعمل ايه. فانت دلوقتي بترسخ لنا عيال اجيال طالعه عسكريين، فانتوا الدوله وانتوا كل حاجه. تعالوا نشوف كده احد العاملين في حظيره الانتاج الاعلامي كان بيتكلم بيقول ايه على طلبه الكليه الحربيه، نتابع. يعني فرصه التحاق بكليه شرطه 22,357 واحد سحبوا ملفات
واقدمه؟ انتوا متخيلين الرقم؟ متخيلين انتوا عايزين منهم كام من الرقم اللي اتقدم ده؟ يعني ما يمكن 2000 مثلا تقريبا، يعني حسب احتياجات وزاره الداخليه بكتير بيبقوا 2000 بكتير. انت متخيل الرقم قد ايه؟ 22000. طبعا الشخص ده يعني كان بيتكلم بعد كده على موضوع انه مش اي حد بيدخل ومش اي حد بيشوف ومش اي حد بيعمل ومش عارف ايه، ودول يعني تحريات معينة وناس معينة وكلام زي كده. مش عارف الحقيقة الشرعية المسلحة دي، بس انا عرفت دلوقتي خبر مش حلو خالص، ان منتخب البرازيل خرج من كاس العالم. فيعني حاجة سيئة جدا الحقيقة. البرازيل كان هي من المرشحين الاقوياء لوصول الدور النهائي والفوز بالبطولة، وكنت بشجعه الحقيقة. فخسارة، منتخب كرواتيا هو اول المتأهلين للسيمي فاينال للدور قبل النهائي، خسرت البرازيل بضربات الجزاء الترجيحية. جيل كان جيل جديد الحقيقة من البرازيل، كان فيه لسه شوية لعيبة من القدام، لكن فينيسيو جونيور وريتشارلسون ورافينيا كل دول الحقيقة خلاص اخر كاس عالم لنيمار، مش هيكون موجود في كاس العالم الجاي. خرجت البرازيل من دور الثمانية في كاس العالم وباتت اول المودعين لهذه البطولة، وده الحقيقة احسن ختام لفقرة الكليات العسكرية. إخلاء سبيل رئيس مجلس أمناء 6 أكتوبر عقب تنازله عن الجامعة، وسبع جامعات أخرى تنتظر إجراءات الجهات الرقابية. نخلي الصورة على الشاشة لأن التفاصيل الحقيقة يعني كتير. بتقول إن سيد تونسي رئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر أخلوا سبيله في قضية اتهامه بارتكاب جرائم العدوان على المال العام، وقالت إن هو تنازل عن الجامعة والنيابة أخلت سبيله مباشرة، وإن في تحقيقات تطال 7 جامعات أخرى حول اتهامات بالنصب على البنوك لفترات وصلت إلى 20 عام. وقالوا أن النيابة العامة أصدرت بيان أنه التحقيقات أقرت بحبس سيد تونسي بصفته موظف عمومي بيشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا. رئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر استولى على 4 مليار جنيه بنية التملك، وعمل تزوير في ميزانية الجامعة سنة 2016، وخفض رأس مالها من 958 مليون ل 20 مليون جنيه مصري، ونسب ملكية الجامعة لنفسه منفردا. قالوا كمان انه حاول الاستيلاء على مبلغ 209 مليون جنيه من اموال الجامعة بدعوى انفاقها على تأسيسها عام 1993، واعتمد صرف هذا المبلغ خلال رئاسته مجلس أمناء الجامعة، وأثبته كمديونية مستحقة له على الجامعة بميزانيتها سنة 2015 و2016. لكن التحقيقات أثبتت أنه ما استلمش المبلغ فعلا، وأكدت أنه ارتكب هذه الجرائم. تفاصيل كتير قوي الحقيقة في القصة، يعني أكيد هنتابعها الأيام الجاية، لكن الملخص مش عارف الحقيقة، هل الدولة حط عينها على الجامعات الخاصة ولا لا؟ يعني وارد تكون الدولة عايزة، مش عارف بقى هتأمم ولا هتعمل ايه، معرفش يعني، بس هما بيدوروا على فلوس في اي حتة. فقصة سيد تونسي ممكن تكون قضية عادية، قضية غسيل اموال عادية، قضية فساد عادية، قضية تعدي على او استيلاء على مال عام عادي خالص ممكن، وممكن تكون مدخل انه لا الراجل قال لك دوروا لي على فلوس من اي حتة، انا عايز فلوس. قالوا له طب ما تيجي نشوف الجامعات الخاصة، ده في سبوبة حلوة هناك. قال يلا شوفوا لنا قضية فساد. جايز ده، وجايز انه لا قضية فعلا حقيقية، وان هم بيحكموا متهمين يعني بيحاربوا الفساد، لان زي ما انتم عارفين يعني مصر طبعا في مؤشر الشفافية ومحاربة الفساد مركزها متقدم جدا طبعا، زي التعليم والصحة وكل حاجة تحت عهد السيسي. طيب بعد الفاصل هنتكلم في ايه؟ بعد الفاصل سيادة الوزير محمد معيط بيقول لك الناس برة بتحسدنا، فانا احاول اسأل حضراتكو الناس برة بتحسدكو على ايه؟ تابعونا. أهلا بيكو. الحقيقة وضع صعب قوي لما تبقى أنت من مشجعي الكورة أصلا بس شغال مذيع في نفس الوقت، فبتطلع هوا وفي ماتشات بتتلعب للفرق اللي أنت بتشجعها، بتبقاش عارف أنت مفروض تعمل إيه. لكن هو كاس العالم بيجي كل 4 سنين، متهيألي كان مفروض ناخد أجازة شهر في كاس العالم لحد ما يخلص وبعدين نرجع لحضراتكو. على كل حال كرواتيا في نصف النهائي، أتمنى الفرحة اللي كرواتيا عايشاها دلوقتي يعيشها المنتخب المغربي بكرة إن شاء الله، ويتجاوز البرتغال ويصل أيضا إلى الدور نصف النهائي كأول منتخب عربي وأفريقي يصل إلى هذا الدور في التاريخ. لا حديث إلا عن الكرة على تويتر في كل حتة. لكن في عالم موازي وفي عالم آخر، محمد معيط وزير المالية المصري بيقول إن الناس برا بيحسدونا في مصر. تعالوا نشوف الصورة كده من تصريحات أبو الغيط أو تصريحات معيط امبارح الله يرحمك يا محمد،
يا ابو الغيط، تصريحات محمد معيط امبارح وهو بيقول ان الناس بيحسدونا بره. الراجل مقتنع ان احنا فعلا محسودين يا جماعه. يمكن المشاكل اللي عندنا دي من الحسد؟ تفتكروا ان المشاكل اللي حاصله في مصر دي كلها لان هم بيحسدونا على وضعنا زي ما محمد معيط بيقول ولا ايه؟ ده وارد الحقيقة، هنعرف إجابته معاكو. لكن الحقيقة دي مش أول مرة محمد معيط وزير المالية المصري يتكلم فيها على فكرة الحسد من بره، إن الناس اللي بره بيحسدونا. الراجل قال نفس التصريح ده في مقابلة تلفزيونية يوم 30 أغسطس اللي فات، من 3 شهور تقريبا. تعالوا نفتكر مع بعض قال إيه. كل ما عملته الدولة من تنمية وتطوير يفقد، الشعب المصري واعي الى انه ما يضيعش بلده، لان هم كلهم بيضغطوا في الاتجاه ده، ويجب ان احنا كمصريين ما نضيعش بلدنا. اللي بره بيحسدونا على اللي احنا فيه بكل الظروف الصعبه وبكل ارتفاع الاسعار. ايوه، بيقول عندكم استقرار، عندكم امان، عندكم تنميه، عندكم امور بتتطور، عمالين بتبنوا كل يوم وتطوروا في بلدكم وتخلقوا فرص عمل. فاتكلم مع اللي بره يقول لك يا ريت كنت عندي ربع اللي عندك. انما في هناك اخرين بيقول لك بقى لا، انا هجيب لك عليها وطيها بقى، انا عاوز البلد دي تقعد البلد الثانيه. طبعا انا اسف انه يعني الفيديو ده كان مداخله هاتفيه لوزير الماليه، فاضطرينا ان يعني صوره الشيء اللي كان قاعد حط ايده على رقبته ده كانت موجوده قدام حضراتكم الفتره دي كلها. لكن ما علينا، الناس بره بيحسدونا. تعالوا مع بعض كده، هو بيتكلم على قطاعات كتيره جدا الناس بره شايفين ان احنا عندنا فيها انجازات كبيره جدا. تعالوا نذكر كده مع بعض او نفتكر مع بعض في يوم 30/8 لما طلع الراجل محمد معيط قال الكلام ده مع الشيء اللي كان قاعد قدامه بيهز راسه زي يونس الشلبي في العيال كبرت. احنا طلعنا قلنا لحضراتكم مجموعة من الارقام. النهاردة لما محمد معيط بيطلع يقول تاني الناس اللي بره بيحسدونا، لازم نرجع نفتكر مع بعض اهم الارقام الموجودة في حقبة عبد الفتاح السيسي وتحت اشراف محمد معيط، مش كده ولا ايه؟ تعالوا نشوف مع بعض كده رقم بيأكد لك ان الناس بره بيحسدونا. الناس بره بتحسدنا على ايه؟ على 30 مليون مصري يصارعون الجوع تحت خط الفقر. اخر احصائيه للجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء بتقول ان 29 مليون و700 الف مصري بيعيشون تحت خط الفقر. في اخر تقدير لبيانات البنك الدولي قالت ان 60 مليون مصري هم فقراء او اشد احتياجا، وقالوا انه النسبه دي هترتفع في السنوات القادمة. فيما يتعلق بالمخدرات والتعاطي والإدمان، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في 2021 قال إن في 10 مليون مصري بيعانون من المخدرات بين التعاطي والإدمان. طيب الأخبار، الاكتئاب والاضطرابات النفسية إيه؟ المسح القومي للصحة النفسية 2018 كان بيقول لك إن في 25 مليون مواطن مصري بيعانون من الاكتئاب والاضطرابات النفسية. حط بقى الأربع سنين اللي فاتوا بكل اللي حصل فيهم، بتصريحات معيط، بكلام السيسي، أكيد ال 25 مليون دول زادولهم شوية حلوين. في 2022 وزيرة الهجرة السابقة نبيلة مكرم قالت إن في 14 مليون مصري بيقيموا في الخارج، وطبعا حضراتكم عارفين إن معظمهم إما لظروف اقتصادية وإما لأسباب سياسية. رقم رسمي جديد الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أكيد الناس برة بتحسدنا على الرقم ده. نص الأسر المصرية، 50% من الأسر المصرية بتستلف عشان تلبي متطلبات المعيشة، وده رقم رسمي يا سيادة الوزير. في مجلة CEO World قالت إن مصر هي الأخيرة عربياً والمركز 100 عالميا من إجمالي 105 دولة تقريبا في صافي الدخل الشهري للفرد. فطبعا الناس بتحسدنا برا لأن نفسهم يكونوا زينا. بي بي سي عربي في 2021 نشرت تقرير بتقول فيه إن مصر هي الأولى عربيا في الانتحار بمعدل أكبر من دول النزاعات والحروب. عندنا روسيا وأوكرانيا وعندنا اليمن وسوريا وعندنا بلاد كتيرة فيها حروب، لكن وفقا لبي بي سي احنا الاول عربيا في الانتحار. سعر الدولار وصل قد ايه يا سيادة الوزير؟ لان الناس بتحسدنا زي ما انتم عارفين. سعر الدولار اليوم رسميا طبعا من البنك المركزي مقابل الجنيه المصري 24 جنيه و59 قرش، طبعا في السوق السوداء عدى ال30 بشويتين حلوين. في السوق السوداء بيروح ل33.5 تقريبا، المصدر هو جريدة الأسبوع.
ديون مصر الخارجية كام يا سيادة الوزير؟ لأن العالم برا بيحسدنا حسد شديد جدا على النجاحات اللي احنا فيها، وبيقول يا ريتني عندي اللي عندكم. 157.8 مليار جنيه حتى مارس 2022، حط عليهم 9 مليار، 3 من صندوق النقد و6 من المشتقات بتاعه، يعني وصلنا لحوالي 166 مليار دولار وليس جنيه. أنا آسف، الرقم اللي قدام حضراتكم على الشاشة ده 157.8 مليار دولار وليس جنيه، ده خطأ في الصورة، هو دولار مش جنيه. على كل حال سيادة الوزير، حبينا ان احنا نشاركك مجموعة من الارقام عشان بس نحط الناس برا في حقيقة الحسد. يعني اللي عايز يحسدنا من برا، اهو يا جماعة الارقام عندكم، اختار اي رقم وادينا عين فيه على طول. 30 مليون فقير، أرجوكوا حسدونا على الرقم ده عشان يبقوا 5 مليون، يعني احنا عايزين نقل شوية معلش. فأي حد عايز يحسدنا، ديوننا 166 مليار، يا شيخ بالله عليكو احسدوا ديون مصر، يمكن تقل، يمكن تبقى 60 مليار، تبقى 20 مليار، ها؟ فيعني ايدكم معانا كده، شوية حسد حلو من بتوع سيادة الوزير معيط عشان نشوف الإنجازات اللي بجد والأرقام دي تقل. تعال نشوف كده مواقع التواصل الاجتماعي قالت ايه عن تصريحات الوزير محمد معيط. اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. ابو ابراهيم اهلا بيك. ايوه يا فندم، السلام عليكم. يا ابو ابراهيم. ايوه يا فندم، معاك، سامعني؟ انا مش سامع الصوت خالص. سلام عليكم. ممكن نرفع صوت شويه او تعلي صوتك شويه؟ السلام عليكم. الو، انا صوته واصل يا جماعه، بس لو نرفع الصوت شويه عندي لان انا مش سامعه بصراحه. ابو ابراهيم، طب خليك معايا ابو ابراهيم لو سمحت، ما تقفلش، نجرب كده مع احمد نشوف صوته هيبقى اخباره ايه. احمد اهلا بيك. دكتور اسامه، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا، سامعك كويس يا احمد، يبقى المشكله عند ابو ابراهيم. والله يا دكتور اسامه، انا عايز بس اقول لسعادتك حاجه، يعني ربنا يفك اسر الشيخ حازم صلاح وطمعين لما قال لك احنا اصبحنا اضحوكه العالم. وده حقيقي حصل. يعني عايز اقول لعبيط، قصدي معيط، بامارات ايه عندنا؟ عندك فائض في الموازنه ولا ايه؟ طب انت ناس الدين الخارجيه والداخليه عبيط، قصدي يا معيط. يا استاذ احمد، يا استاذ احمد، مش هينفع والله، انا اسف يعني، انت قلتها مره وخلاص، قلنا زلت لسان، معلش. لكن اكتر من كده بصراحه مش كويس يعني. اتفضل. انا عشان خاطرك قاعد بس اعرفه ان انت، احنا بنشحت رغيف الاش بتاعنا اللي هتناكله. انت مستني صندوق النقد يشحتك 750 مليون دولار، ده لما ان شاء الله يوفى عليه خلال ديسمبر اللي جاي. تمام؟ احنا بيحكمنا الصابع دكتور اسامه، بيضحكوا علينا وبيضحكوا على العالم. شكرا جزيلا استاذ احمد. ابو ابراهيم اهلا بيك، يا رب صوتك يوصل من رد. اهلا بيك يا فندم. اتفضل. اهلا بيك يا فندم، انا سامع حضرتك كويس. اتفضل. والله انا حاسس ان احنا عايشين في وادي والحكومه بتعملنا عايشه في وادي ثاني. حاسس ان وزير الماليه دوت بعيد خالص عن الشعب المطحون. تمام،
يعني احنا دلوقتي بننزل نشتري حاجات بالسعر من تاني يوم او في نفس اليوم بنجيب حاجه بسعر تاني خالص. يعني احنا عايشين والله العظيم في ايام فعلا سواد. الله يكون في عون الناس، الله يكون في عون الناس. وزير الماليه بالحكومه كلها عايشه في ميه بطيخ وادي تاني خالص بعيد عن الشعب. الشعب والله العظيم دلوقتي احنا وصلنا لمرحله الناس مش لاقيه تاكل. ربنا يستر على اللي جاي، ربنا يستر على الايام اللي جايه. شكرا جزيلا ليك يا ابو ابراهيم، وانا بعتذر والله لكن الصوت فعلا مش واصل. عمر من فرنسا، اهلا بك يا عمر. اول مره اتصل بيكم، بصراحه البرنامج عجبني جدا ومشكرين على الاخبار اللي انتم بتقدموها. بس في مشكله صغيره بالنسبه للموضوع حضرتك، بالنسبه للفقر الموجود في مصر. الو، معاك يا عمر، اتفضل. اتفضل. المشكله بصراحه عمر، في الدوله عم تعمل مشاريع، انا معاك تعمل مشاريع، بس هل المشاريع دي بتستفيد منها الشعب ولا ما بتستفيدش منها الشعب؟ حضرتك ما احنا بنعمل طرق سريعة، معاك البلد محتاجة طرق، بس ما لازم أعمل مع الطرق دي مناطق صناعية. يعني مثلا الطرق بيشق مدن معينة، المفروض الطرق اللي بتشق في المدن المعينة دي حسب إن أنا مستقبلا هعمل إيه في المدن، منطقة صناعية حسب المنفوج الموجود في قلب المناطق اللي بيعدي عليها الطرق. للأسف الشديد فلوس الدولة كلها تحطت في طرق وتحطت في تباري، يعني تعتبر فلوس ميتة. لكن المشاريع الإنتاجية اللي بتعود على الدولة للأسف الشديد الدولة بعيدة جدا عن الموضوع ده، وهي دي النقطة الموجودة حاليا بالنسبة لمصر. فلوس دخلت كتير، صرفنا فلوس كتير، بس تعتبر كلها فلوس ميتة، لأن أنا باخد قروض، المفروض لما باخد قرض عشان أعمل له مشروع، المفروض المشروع ده من الفلوس اللي بينتجها أسدد جزء من القرض اللي أنا بعمله. لكن للأسف الشديد الطرق عليها كارتات وبتلم فلوس، هل الكارتات دي بتخش الدولة ولا ما بتخشش الدولة؟ لأن الأستاذ معيط يعني الصراحة له تصاريح يعني غريبة شوية، مرة ندفع فلوس ومرة يقول لنا مثلا بالنسبة للمشاريع اللي الدولة بتنتجها دي كلها احنا أحسن من بره، احنا عايشين بره، أنا أكثر من 30 سنة عايش بره، صراحة يعني صعبان عليها البلد صراحة يعني. طب أنت ليه مش بتحسد مصر على الأمن والأمان والاستقرار؟ الأمن والأمان هو المعيشة، هو الأكل، هو يعني حضرتك احنا هنا في أوروبا لما بنطلع مظاهرات عن حاجه اسمها القيمه الشرائيه، اللي هي المرتب بتاعي بيكفيني الشهر ولا ما بيكفينيش الشهر. يعني حضرتك لو بصينا في المرتب هنا، اقل مرتب في فرنسا اللي هو الدوله محدده 1300 يورو. ال 1300 يورو ده للفرد اقدر ادفع سكن، اقدر اشتري ثلاجه، اقدر اشتري غساله، اقدر اشتري بوتاجاز حتى لو قرض. طب معلش يا عمر، بس سؤال مهم، يعني طالما انت بتنزل مظاهرات اهو عشان المرتب بتاعك مش بيكفي، ما تبقى في أزمة عالمية فعلا، واللي بيحصل في فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكل دول العالم طبيعي انه يبقى موجود في مصر. ايوه حضرتك، بس هو في حاجة، ما الدولة برضه ما في الدولة في منظور تاني موجود بتساعد الناس اللي هي ما تقدرش تدفع، لان في حاجات اللي هي المساعدات الاجتماعية، تدفع من سكن، بتدفع مدارس اطفال. حضرتك عايش في اوروبا وعارف النظام ماشي ازاي، لكن هل في مصر المجتمع المدني موجود ان هو يقدر يساعد الطبقه الفقيره دي؟ احنا ما عندناش تنميه بشريه، المفروض التنميه البشريه بتمشي مع الدوله في خط واحد، في خطه الدوله حطاها بتمشي بيها مع المجتمع المدني في جميع كل محافظه حسب الموجود فيها، اذا كانت زراعيه ولا صناعيه، حسب المنتج الموجود في المحافظه. المفروض المجتمع المدني الموجود في المحافظه مع مشاركه الدوله بيساعد في تنميه المنطقه دي. احنا للاسف كل الحاجات اللي مفقودينها، البلد زي ما احنا عارفين. مشكورك جدا يا عمر، في المدن. شكرا جزيلا ليك يا عمر، وضحت الصوره. ام محمد من مصر، اهلا بيكي. ازيك يا دكتور اسامه؟ الحمد لله، اهلا وسهلا. هيحسدوني على ايه يا دكتور اسامه؟ هيحسدوني على ايه؟ على اغلى حاجه ما عندنا اتباعت ميه النيل، على تيران وصنافير، على 70-80 ألف اللي معتقلين، اللي بيموت واللي بيقعد، على 60 ألف ولا 80 ألف، لا انتوا بتقولوا 35 ألف تحت خط الفقر. لا يا دكتور اسامه، ده فوق 85% من تحت الفقر في مصر. احنا اللي عايشين في مصر يا دكتور اسامه، محدش لاقي ياكل، 85-90 كمان، 10 بس اللي هي مترفيه. هيحسدونا على ايه؟ على الديون اللي ماليه مصر يا دكتور اسامه؟ هيحسدونا على ايه؟ على الناس مش لاقيه رجول الفراخ تاكلها يا دكتور اسامه؟
رجول الفراخ لمؤاخذه فراخ ب 45 جنيه ما حدش لاقي رجول الفراخ. بس معلش يا محمد على ايه يا دكتور اسامه؟ على البيوت اللي اتهدت على دماغ اصحابها وقاعدين في الشوارع. هقول لك يا ام محمد هقول لك هيحسدوكوا على ايه. وزير الماليه محمد معيط قال قبل كده انه الناس بره بيحسدوا مصر على الامن والامان والاستقرار وان ما عندهمش مشاكل زي اللي عندنا. احنا عندنا اكبر مشاكل يا دكتور اسامه. هو مين اللي ما عندوش مشاكل؟ هو قامت ميت النيل مش مشاكل؟ بيع القصور دي مش مشاكل؟ هد الدوله دي مش مشاكل؟ 50 60 70 الف في المعتقلات الغلابه دول مش مشاكل؟ اهاليهم بيروحوا فين اللي هم عيالهم متسردين اتسردوا وخلاص وراحوا الحرامي اللي بيبيع مخدراته المتنيل مش مشاكل؟ قله الاكل ديت والناس عريانه وجعانه ومتبهدله مش مشاكل؟ هو بيع كل شويه في الارض ديت مش مشاكل؟ مش هيحسدونا على ايه يا دكتور اسامه؟ هيحسدونا على ايه؟ ده احنا عايشين اتعس الناس، مين الدول اللي عايشه زينا؟ اقل دوله هتهالي كده يا دكتور اسامه اشوفها عايشه ازاي؟ اقل دوله احسن مننا الف مره. دوله ايه؟ هو ايه؟ هو فاكر نفسه ايه؟ هو ما بيتكلمش على مصر؟ هو ما بيتكلمش على مصر يا دكتور اسامه؟ هو دي فين؟ هو عايش في كوكب تاني؟ هو عايش في مدينه غير مدينه مصر؟ هو عايش فين؟ يمكن عايش في اوروبا ولا عايش في مكان تاني بيتكلم عنه وبيتكلم عليه. امن وامان ايه؟ احنا عندنا امن وامان؟ امن وامان ايه يا دكتور اسامه؟ امن وامان ايه؟ الكاميرات شغاله، كاميرات في كل الدنيا، وبيكسروا الكاميرات من الشوارع وبيكسروها من الحتت عشان ما حدش يشوف اللي بيسرق واللي بينهب واللي بيخش على الناس وبيبهدل. امن وامان ايه يا دكتور اسامه؟ طب يقول لك يعني لما اقول له زياده جنيه في شكرا جزيلا يا ام محمد، وضحت الصوره، بشكرك جدا. ابو علي من مصر، اهلا بيك. سلام، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. حضرتك هما بيحسدوا مصر على ايه؟ انا مش فاهم. بيحسدوا على الفقر اللي الناس عايشه فيه، ولا على كتر الدين، ولا على ما فيش اصلا تعليم، ولا على العيشه اللي زي الزفت، ولا على الانتحارات اللي بقت في البلد اللي بتزيد في يوم عن يوم؟ بيحسدونا عن ايه؟ هي الحكومه ديت عايشه في كوكب واحنا في كوكب تاني ولا ايه؟ مش فاهم. بره بيحسدونا؟ بيحسدونا على كتر الفقر اللي احنا فيه، ولا على الديون اللي الفلوس دي؟ هم ممكن يكونوا بيحسدوا مصر على المليارات اللي دخلت فيها والشعب دوت ما استفادش منها بحاجه. ممكن بيحسدوا الشعب على الشعب ده بياكل من الزباله وعايش ازاي. هم ممكن يحسدوا مصر على كده؟ يكلموا في امن وامان؟ امن ايه يا دكتور اسامه؟ فيه بنت لسه في عين شمس لقيوها مقتوله ومتكمنه اعضاء عندها 5 سنين يا دكتور اسامه. امن ايه وامان ايه اللي هم بيتكلموا عنه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. شكرا جزيلا يا ابو علي من مصر. ابو احمد من مصر، اهلا بيك. وتحيات الفريق عمل قناه مكملين، وبصفه خاصه فريق برنامج اخر كلام. شكرا. اهلا بحضرتك. الاجابه على السؤال اللي حضرتك بتقوله ده بيتلخص في كذا نقطه، ودول نقط حقيقيه واساسيه في ان احنا فعلا لازم الدول اللي بره دي تحسدنا عليهم. لخصتهم لحضرتك في واحد: بقينا من أوائل الدول في الاهتمام بالصحة والتعليم وحقوق الإنسان. مصر مهتمية بحقوق الإنسان والتعليم والصحة. 2، بقى نصيب الفرد من الدخل القومي بيكفيه وبيحوش منه كمان. 3، نسبة الانتحار بقينا من أوائل الدول العربية في ارتفاع نسبة الانتحار كدولة عربية. 4، بقى ارتفاع الديون عندنا وصل ل 157 مليار دولار، يعني هنقعد لسنة 72 نسد في الديون دي. 5، عندنا أسعار راكبة مراجيح طالعة ونازلة براحتها، ما فيش رقابة عليها، لا عندنا تأمين براب ولا حكومة بتراب ولا أي حاجة، ولا عندنا حكومة أساسا. عندنا جيش بينزل الأسواق وبيبيع دلوقتي خيار وطماطم وجمبري منزوع الراس. عندنا انتخابات بتيجي من الصندوق وجابت برئيس مش جاي منقلب ولا حاجة، ولا دهس المواطنين في الشوارع، ولا جاي على جثث المصريين عشان يمسك ويبقى منقلب ويمسك البلد دي يلبسها في حيطة. أعد لحضرتك تاني ولا حضرتك هتزهق مني لما قطر العدد اللي أنا هعد، ولا كفاية كده؟ لا، أنا بشكرك جدا يا أبو أحمد والله، شكرا جزيلا على كل اللي قلته، مداخلة معبرة يعني وملخص فيها كل حاجة. معنا سيد من السويد، أهلا بك يا سيد. شخصك الكريم دكتور أسامة ومشاهدينك الكرام وقناتك الكريمة. دكتور أسامة، العالم هيحسدنا عليه. أنا أقول لحضرتك حاجة بسيطة، نقطة لذيذة بيقولوها. كان في واحدة متجوزة فدايما تقول له
إما لو تشوف شعري، إما لو تشوف شكلي، إما لو تشوف، إما لو تشوف. فزهق منها وقال لها: وأنت لو كده كان المفاتحين سابوكي ليه؟ محمد معيط بيحاول يقنع الناس إن هو أحسن وزير مالية أنجبته مصر، فدايماً بيكرر للناس: إحنا الناس بيحسدونا، الناس بيحسدونا. للأسف دي حقبة مظلمة في تاريخ مصر. مصر هتفضل تعيش سنوات كتير عشان تعدل في الاقتصاد وتعدل في الإنسان. الإنسان المصري اتهدم بطريقة كبيرة أكتر من الاقتصاد يعوض. أما الإنسان المصري اتهدم، اتهدمت شخصيته، اتهدمت العلاقات الأسرية، اتهدمت العلاقات ما بين الناس بعضها بعض، اتهدم التعليم، اتهدمت الزراعة، اتهدم الجيش. الجيش بيشتغل في اللي ملوش فيه، الشرطة بتشتغل في اللي ملهاش فيه. يا دكتور أسامة، الناس بره هيحسدوا مصر عليه. مصر في كارثة، قدامها سنين كتير عشان تعدل اللي وقعت فيه. محمد معيط ده أسوأ وزير مالية جه في تاريخ مصر. في تاريخ مصر كلها ما فيه وزير مالية جه اقترض اللي اقترضه معيط، ولا حط الفلوس بتاعت القروض في أماكن في غير موضعها زي ما عمل معيط. محمد معيط بيضحك على الناس وبيسكنهم بكلمة الناس بيحسدون. على فكرة في ناس بسطاء كتير بيصدقوا الكلام ده، في بسطاء كتير في مصر الكلمة عندهم هي السحر وبيعيشوا بالأمل، فعشان كده بيعتقدوا ان هم احسن من غيرهم. في ناس بسطاء ما بيقدروش يوصلوا لحضرتك، في ناس بسطاء ما بيقدروش يشوفوا تلفزيون، فعشان كده الناس البسطاء بينضحك عليهم من محمد معيط. شكرا جدا محمد معيط. السيد من السويد، شكرا جزيلا ليك. معنا عادل من مصر، اهلا بك يا عادل. دكتور اسامه، كنت عايز اقول لحضرتك يا دكتور اسامه، هو يعني هم بيحسدونا بره على ايه؟ على اسعار مثلا، الاسعار اللي بقت 3 و4 اضعاف ده في السنه، بس يعني السنه، خلال السنه اللي احنا فيها دي بس بقت 3 و4 ضعفين و3 خلال السنه دي بس. ما بالك انت بقى كل السنوات اللي فاتت دي، 9 سنين اللي هو مسك، 8 سنين اللي مسك اللي فاتوا دول. عايز اقول لحضرتك كمان على ايه؟ على المشاريع، المشاريع فين المشاريع دي؟ ما احنا اللي بندفع ثمن طرق وكباري، ما احنا اللي بندفع الكارت. مش في حضرتك حاجه اسمها كارت يعني ايه انت اللي بتدفع ثمنها يا عادل؟ طب ما هو طبيعي انت كمواطن تساهم في نهضه بلدك، يعني ايه المشكله؟ ما فيش مشكلة، بس طب القروض الضخمة دي كلها هل دي صرفت على الكبار وطوله بس؟ يعني القروض الضخمة دي اللي بتسد يعني الشمس والجاتنا من كل حتة دي، هل دي يعني طرق وكباري بس؟ راحت فين؟ أكيد اتنهبت في البيوت، مش معقولة إنها راحت طرق وكباري بس. فين المشاريع القومية اللي هي تقوم اقتصاد بجد؟ راحت فين؟ حضرتك أنا دلوقتي عندي 20 سنة، تمام؟ المفروض أنا من الجيل الجاي اللي السيسي اللي هو بيتكلم عليه، المفروض يعني أنا دلوقتي عندي 20 سنة بالظبط. يعني هل هلاقي وظيفه محترمه اطلع مثلا؟ انا دلوقتي في كليه كده، تمام؟ هل هطلع الاقي؟ طب انا معلش، انا عايز اسالك سؤال. طالما قلت لي عندك 20 سنه، عبد الفتاح السيسي الاسبوع اللي فات كان بيكلم الشعب المصري وبيقول، الناس بتقول لي كنت اكلنا وشربنا احسن ما تبني كباري وطرق وتعمل مشروعات مدن وكلام زي كده، ثم اقسم بالله العظيم انه لو كان عمل ده، لو كان اكلك وشربك وما عملش الطرق والمشروعات والكباري، كان هيظلم الاجيال الجديده اللي هو انت يا عادل، كان السيسي هيبقى بيظلمكم انتوا. انت ايه رايك في الكلام ده؟ يعني هو ليه ربط ان هو ياكلنا ويعيشنا كويس بان هو يعمل طرق وكباري؟ طب انت ممكن تعمل طرق وكباري ونفس الوقت تعمل معاها مصانع. يعني انت عملت طريق، اعمل جنبه مصنع، اعمل على الجناب مصانع، واعمل مساكن وعيش الناس وسكنهم واعمل اقتصاد قوي، وفي نفس الوقت لا يعني مش يعني لا غباء بصراحه انت تربط الاكل والشرب والرفاهيه بالطرق. يعني يعمل ده، لا انت ممكن تعمل من كل حاجه. انت دلوقتي عملت الطريق، فين المصنع؟ فين المزرعه؟ فين الحاجات يعني؟ لا الربط ده غلط. فاهم يا دكتور اسامه؟ معاك يا عادل وبشكرك جدا، شكرا جزيلا ليك. ام مازن من مصر، اهلا بيكي. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا بك دكتور اسامه. اهلا وسهلا. ماشي، الوزير معيط دوا بيحسدونا على ايه؟ بيحسدونا على جنون الاسعار اللي احنا فيه، ولا بيحسدونا على سوء التعليم وسوء الصحه؟ انا مش عارفه يعني، على البطاله، على قله الاجور، على الفساد في كل حاجه، على ايه؟ على الذل اللي احنا عايشينه ده. احنا دلوقتي بنخاف من امين شرطه بيخوتنا.
ده هو الحسد ده. طب ما يبدلوا الادوار، ياخدوا السيسي وياخدوا الحاشيه بتاعته ويجيبوا لنا اي حد تاني، احنا راضيين باللي بيحصل. وبعدين يعني هو عمل كباري زي ما بيقولوا، عمل كباري وبنى مدن وعمل، بس مش لينا ده، لمين اللي عمله دوت؟ ده احنا ما حسيناش بيه. الطرق اللي بين المحافظات، طرق الناس اللي هي بتمشي عليها الناس العامه، متهالكه، كل دقيقه حادثه، كل دقيقه مصيبه في الطريق. الكباري دي استفاد بيها هو وحشيته، طرقهم هم. احنا في دولتين، هم دوله واحنا دوله. انا ما اعرفش يعني بيحسدونا على ايه. هو ده بيكلم مين بالظبط او عايش فين؟ هو ناس اللي هو في مصر، ناس اللي بيعملوا في الشارع. معلش يا ممازن، خلينا نتكلم يعني بصراحه شويه. طب الناس في الشارع مصدقه معيط؟ مصدقه فعلا ان احنا وضعنا في مصر دلوقتي احسن من ناس كتير قوي وكده؟ الناس ميته يا فندم. الناس مضغوطه، الناس خايفه. انا هقول لك انا مثال. احنا انا زوجي بيهدد امنيا دايما كده، كل وقت بيعتقل. يعني عارف لما بيدخل عليا، بيدخل بالليل في نص الليل، بيقول لنا امين شرطه وظابط. ظابط ده من دور عيالي، انا مدرسه يعني علمت اكتر منه بكتير، وانا عارفاه الضباط دول يعني ايه. بص يعني انا كنت بدرس للنوعيات دي، مفيش فكر خالص ولا فهم ولا اي حاجه. تخيل لما واحد زي دوه يجي يتعالى عليا وبيكلم قدامي بكبرياء، وعارف عايز يعتدي عليا بالقول، وامين شرطه يقف يبص لي كده نظره فيها معرفش يعني، حتى بيدخل البيت ويفتش واقول طب انت لقيت ايه، شفت ايه؟ طبعا بينهارني بالكلام، الواحد مش عايز يقول اي حاجه من اللي بيقولوه. هو ده الامن والامان اللي احنا عايشين فيه؟ انا مش حاسه بامن اطلاقا. انا مثال، وعلى فكره مش انا بس كده، كتير كتير حواليا بنفس الضغط والظروف دي. فين الامان؟ لما انا قاعده ببيتي يا فندم، قاعده ببيتي نايمه، مش بنام بالليل، مهدده، حاسه ان كل يوم هيخبطوا عليا بالليل. انت عارف يعني احنا لو بلد فينا عندنا امن وامان، انا عامله كاميرا للشقه قدام الشقه عندي. الكاميرا دي المفروض امان للعماره اللي انا ساكنه فيها والناس، لكن لا، هو الكاميرا دي مضايقه جدا. اول ما بيدخل البيت عندي بيشيل الكاميرا وبيدور على اي حاجه، ما اعرفش متهيئ له ايه. طب معلش يا ام مازن، انا جاي رساله دلوقتي من احمد من مصر، انا مش فاهمها بصراحه، بس هو واضح ان كلامه او كلامك ازعجه شويه يعني. فبعد بيقول لي قول له ام مازن احنا شعب وانتوا شعب، مش احنا دوله وانتوا دوله. فهمتي حاجه من الرساله؟ لان انا بصراحه مش فاهمه عايز ايه. لا هو قصده يعني عايز يقول ان مصر فيها عداله وفيها مساواه لا طبعا ما فيهاش اي حاجه. اللي بيحصل ده هو مصر دمنا احنا علشان هم يعيشوا. انت فاكر احمد الزند لما قال ايه؟ قال نحن الاسياد وانتم العبيد. هي فعلا كده، ده اللي عاملينه فينا. عارف يعني الواحد بيتذكر لما كنا بندرس زمان التاريخ، مساوئ الاحتلال كانت ايه؟ كان فرض ضرائب باهظه، فساد، ظلم، قله اجور. هو ده بالظبط بيتجسد قدام اللي بيحصل ده. شكرا جزيلا لك يا ام مازن من مصر، اشكرك جدا. معانا ابو احمد من النمسا، اهلا بيك. خير يا أستاذ أسامة. يا أستاذ أسامة، أما بيقول لك الأمن والأمان، الأمن والأمان أما يكون إنسان جعان ما فيش أمن وأمان، هيضطر يسرق ويضطر ينهب ويضطر يغش ويصير فساد، ده ما فيش أمن وأمان. البواب نفسه اللي هو بيحرس العمارة عنده أمن وأمان، لازم نحسده راخب، ما بيعمل أمن وأمان، وأنت جاي كحكومة تعمل لي أمن وأمان وتجوعني؟ دي أنت عندك أسعار أغنى من أوروبا، فين الأمن والأمان؟ وبعدين انا هقول لك حاجه، انا كمهندس مدني هقول لسيادتك حاجه، الطرق والكباري اللي بيبنوها ديت بتبدا الاول من رخصه السواقه في اوروبا، يعني لازم يعلموك طريقه السواقه في اوروبا، ازاي تمشي بالسياره. وبعدين الكوبري نفسه ليه مراجعه، كل 6 شهور بيتراجع الكوبري، لان في توازنات بتنزل من تحت في الارضيه، دي حاجه. الحاجه الثالثه في مراجعه الشرطه، في الارقام في الشوارع 70 كيلو 80، وفي الرادار. الحاجات دي مش موجودة، يعني انت تعمل لي كوبري وده يخش في ده وده يخش في ده ويعمل لي حوائز، ايه فرحتي بالكوبري؟ ايه فرحتي بالشوارع؟ الشوارع دي بيبقى فيها ارقام، تمشي 60 كيلومتر، تمشي 70 كيلومتر، وفي رادار، وما فيش غش بقى، تاخد 70 جنيه وتاخد 100 جنيه وتاخد الكلام الفاضي ده. الاول يعني يعلمك السواقة، يعلمك النظام، وبعدين يبني لك كوبري وكباري. ايه يعني تعمل لي كوبري وكباري والشعب جعان مش لاقي ياكل؟ اروح في اوروبا اشوف الناس بياخدوا. يعني هقول لك حاجه، في اوروبا عملوا لنا شهر بدون ما ندفع قيمه الغاز، شهر قال لك كل مواطن
في النمسا وألمانيا ما بيدفعش. قال لك كده عشان الناس يعني الغلاء. طب وانت تقول لي امن وامان وانا جعان؟ ايه الامن والامان ده؟ لا تشغلني. وبعدين هي في اوروبا ما بدات ايه؟ اوروبا بدات بالمصانع والتعليم والكباري والشوارع كله جنب بعضه. وانا يقول لك الجيل اللي جاي هيتظلم والجيل اللي بعديه هيتظلم. طب ازاي هيتظلم وانا جعان؟ ايه هيتظلم في ايه؟ اما يجي الجيل اللي بعديه، اما يجي الجيل اللي بعديه وما لا ومش لاقي ياكل. حتى الشوارع ليها صلاحيه. يعني انت سيادتك لما تكون في شارع، شارع ليه صلاحيه، لان الاسفلت في بلد زي مصر فيها شمس، فلازم يتغير الطبقه الشمسيه للطبقه النمسا. شكرا جزيلا ليك يا ابو احمد. معنا محمد عبد الغني من مصر، اهلا بيك. وعلى منصه محمد. محمد الو، اي معاك. اهلا بيك يا محمد، اتفضل. ازيك يا دكتور اسامه؟ الحمد لله بخير. مساء الخير يا دكتور اسامه. مساء النور. بعدين حضرتك بس يعني الناس اللي عماله تتكلم وعمال يقولوا الكلام اللي بيتقال دوت، واخد بال حضرتك؟ احنا كل اللي احنا طالبينه بس يعني دايما نطلع الصوره الايجابيه لبلدنا، مش طلع الصوره السلبيه. ان الحمد لله بلدنا ما فيهاش حبات سلبيات كتير، يعني الحمد لله رب العالمين احنا احسن من غيرنا. ممكن تقول لي احنا احسن من غيرنا في ايه؟ احنا احسن من غيرنا بكتير في كل حاجه. زي ايه؟ يكفي ان احنا بلدنا فيها امن، يكفي ان بلدنا فيها امان، مش هقول اكتر من كده. شكرا دكتور. استنى بس، راح فين؟ استنى محمد. محمد قفل. خساره، كان يعني كنت عايز اتناقش معاك وندخل ناس تانية تتكلم، لكن محمد شايف نفس كلام الوزير محمد معيط. بلدنا فيها امن، فيها امان، لازم نصدر الصوره الايجابيه عن بلدنا. خليني انقل كلام محمد لسهام من ايطاليا، اهلا بيك. مدام سهام من ايطاليا، اهلا بيك. دكتور اسامه اهلا وسهلا. أنا هعمل مداخلة صغيرة. إحنا بلدنا فيها أمن وأمان بدليل الممرضات اللي اتضربوا بالكرباج والدكاترة اللي هربوا من البلد ومديرة الحضانة اللي بتعذب الأطفال والناس اللي بتاكل من الزبالة. إحنا محسودين. صح؟ انت شايف ان احنا محسودين؟ لا انا قلت والله يا ريت الناس تحسدنا على الديون وعلى حاجات كتير عشان تقل. يعني احنا بنضرب جوه الوظيفه، فايه اللي ناقص؟ طب انا اسالك سؤال، يعني ليه مش شايفه الامن والامان اللي الناس بتتكلم فيه؟ يعني محمد معيط اتكلم عنه، محمد من مصر كان بيتكلم عنه، واضح انه مقتنع جدا بالقصه، يعني ان في ايجابيات كتير في البلد، احنا ليه مش شايفينها؟ حسني مبارك كان بيبني كباري، هم بيكملوا كباري. قبل الكباري في ناس عايزة تشتغل وناس عايزة تاكل وتشرب. طب ما هو قال لو كان عمل كده يبقى هيظلم الأجيال الجاية. أني أجيال؟ أما الأجيال اللي عايشة تعيش أقل مستوى، بدور على الأجيال اللي جاية. نحن نرزقكم وإياهم، اللي جايين ليهم رزقهم، لكن الناس بتموت. فين الأجيال اللي هتيجي لما الموجود بيموت؟ انت شايف الامل الاطفال اللي تعذبت في الحضانه ده امل؟ ما هم قبضوا على المديره هو مدام سهام، يعني الناس بتعمل شغلها. الممرضات اللي اتضربوا بالكرابيك في امل؟ والدكاتره اللي هربوا والمحاميين اللي واقفين بيصوتوا والضرائب اللي بتعلى كده، احنا محسودين؟ بشكرك جدا استاذ سهام من ايطاليا، شكرا جزيلا. معنا محمد من مصر، اهلا بيك يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا دكتور وسام؟ اهلا وسهلا، الحمد لله. انا عايز ارد على محمد اللي اتكلم قبل كده واقول لك ايجابيات. اقول لك الايجابيات، اول حاجه ال 25 كيلو شكاره الرز ب 500 جنيه. تمام؟ ثاني حاجه كيلو الزيت ب 54 جنيه. تالت حاجة العيش بتجاب بصعوبة. رابع حاجة الصحة زفت. خامس حاجة الممرضات بيتدربوا من ضباط الجيش وما يتحاسبوش، لكن بتاع ده يحصل في الحضانة عشان دي مدنية، المدنية بتتحاسب، لكن الضابط الجيش ما يتحاسبش. القهر، الناس اللي بتعذب في السجون، الحريم اللي بتغتصبوا في السجون،
اهي ده كل ده الحسد، وناقص كمان يبخر مصر بقى. ده التبخير على حق ربنا. اللي بيتكلم ايجابيات، لا ايجابيات اما الناس تاكل، اما الناس تشرب، اما يبقى في بنيه تحتيه محترمه، اما البني ادم يخش يتعالج في مستشفى محترم، اما الدكتور ياخد مرتب محترم، اما الصيدلي يتعامل محترم، لما المهندس يتعامل محترم، ادي اسمها دوله محترمه. اما الباسبور بتاعي يخش اي دوله يحس ان انا راجل ليا دوله هتحميني، زي الباسبور البريطاني او الباسبور الامريكي او اي دوله محترمه. لكن الباسبور بتاعي ولا لازمه، يتقطع ويتحط تحت الجزمه. ده الباسبور المصري. ده الامن والامان. اللي بيتكلم الامن والامان، الامن والامان ما تاكل وتشرب وتعيش حياه، ومحدش يخش عليك بيتك ويقتحم بيتك ويصفي في الشقق، اصلي مش عارف كان ضرب نار مش ضرب نار. ادي الدوله اللي احنا بنتكلم فيها، وادي الحسد اللي احنا فيه من حلاوتها قوي. ده حلاوه الحسد اللي احنا في مصر. شكرا جزيلا ليك يا محمد، بشكرك جدا. فارس من السعوديه، اهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا وسهلا. الله يبارك فيك. انا والله انا يمكن هبص للموضوع من زاويه ثانيه خالص، وريت عليه مختلف خالص. اتفضل. وهو ان احنا ايام مبارك كنا بنحس ان في الوزراء اللي بعينهم مبارك يعني فعلا فيهم حته سياسه، بيعرفوا يقبوا الجماهير، بيعرفوا يعني بالعربي كده ياكلوا بعقل الجماهير حلاوه. وكنا مستحملين برضو يعني عهد مبارك بالسوءات اللي فيه. انما اللي احنا بنشوفه دلوقتي مع الفشل ومع الانهيار والفساد، بنلاقي يعني حتى الاختيارات اللي اختاروها للمسؤولين اختيارات يعني تبعث يعني على الضحك، ولكنها قد ضحك كالبكاء. تصريحات في منتهى السذاجة السياسية، تصريحات في منتهى تثير التهكم، تثير الاشمئزاز، تثير يعني مش عارف اقول ايه الصراحه. ليه طيب؟ يعني انتوا في السعوديه مثلا، الناس في السعوديه مش بيحسدوا الناس في مصر على الحال اللي هم فيه؟ يا فندم تعالى شوف، عندنا احنا بقينا احنا مسار سخريه. احنا لما بنيجي ندور على شغل هنا في السعوديه دلوقتي، انا راجل مهندس، انا باجي ادور على شغل، بيقول لك انت بتاخد في بلدك كام؟ انت شوف انت دلوقتي الريال بقى كام؟ الجنيه بعد ما كان ب 10 ريال من 30 سنه ولا 40 سنه، دلوقتي الريال بقى ب 10 جنيه. احنا وصلنا لمرحله حضرتك احنا مش يعني تعرف حضرتك كميه الناس اللي جايه الدول العربيه اللي بتهرب من مصر، اطباء ومهندسين، من الواقع الأليم اللي احنا بقينا عايشين بقى الناس عايشة فيه في مصر. أنا شخصيا عمري ما هفكر أنزل مصر تاني، أولادي في مصر وزوجتي ووالدي في مصر، ليه ما ترجعش؟ هو الريال بستة يعني. الريال بستة جنيه ونص يا فارس، مش كده؟ مش بعشرة جنيه بس عشان نكون دقيقين يعني. أيوة يا فندم، ما هو ده من ضمن طيب. الكوميديا السوداء اللي احنا عايزينها، الأرقام الرسمية في وادي والحقيقة في وادي. حضرتك مفيش دولار بينزل مصر دلوقتي، مفيش ريال بينزل مصر، كله هنا الناس هنا بتيجي بتغير عملتها هنا بتغير العمله هنا، بتسلم الريال هنا، ومندوب في مصر، مندوب السمسار بيسلم المبلغ ب 9 جنيه دلوقتي، 8 جنيه ونص، 9 طيب. جنيه. انا بشكرك جدا يا فارس، شكرا جزيلا. معنا امل من مصر، اهلا بيكي. السلام عليكم. عليكم السلام. حضرتك بصراحة أنا قاعدة أسمع البرنامج ومرارتي مفقوعة من اللي أنا عمالة أسمعه، تمام؟ أنا عايزة أعرف فين الأمن والأمان اللي بيتكلموا عليه، لما تكون بقالي 15 سنة ولا 20 سنة عايزة أجيب عربية، والآخر العربية تتسرق من قدام بيتي. فين الأمن والأمان اللي بيتكلموا عليه ده؟ غير كده كمان دلوقتي أهالينا كلها، دلوقتي إحنا بنشوف أهالينا إخواتنا وده كل الأسر مزنوقة، وكل الأسر ما معهاش، وكل الأسر دلوقتي ماشية مش لاقية تجيب الأكل نفسه، وإحنا ما عدناش عارفين أصلا بكرة أصلا كمان هيحصل فيه إيه، ولا اللي جاي شكله إيه بالظبط. مفيش لا أمن ولا أمان ولا حاسين بأي حاجة. وأنا مش هطول على حضرتك بصراحة، لأن أنا ماليش نفس حتى أتكلم.
السلام عليكم. شكرا جزيلا لك يا أمل من مصر. معنا أبو سمير من سويسرا، أهلا بك. أبو سمير أهلا بك. أهلا بك يا فندم، سمعني حضرتك؟ سمعك كويس، أهلا وسهلا. أهلا بك يا دكتور. والله يا حضرتك يعني السؤال بتاع الحلقة اليوم، يعني الناس دي يا فندم يا بتستعبط يا مفكرة الشعب ده نايم، يعني إن هنحسدهم على إيه؟ أوروبا هتحسدهم على إيه والعالم اللي بره؟ طب نحسد السعودية، نحسد قطر، نحسد الإمارات. إنما حضرتك تعال شوف النهاردة كام سويسري بينزل من هنا دلوقتي لمصر من يوم الانقلاب معاهم يا فندم، في النازل كانت الطيارات بثلاث أربع طيارات كل أسبوع. فده ما يعني مقاس صغير جدا على الكلام اللي هم بيستعبطوا به الشعب، والشعب الغلبان أمن وأمان إيه لما أنا أكون قاعد خايف من بكرة هشتري أكل إيه وهأكل ولادي إيه وابني اللي عيان حوديه ده؟ ما هو فين الأمن بقى؟ أكون آمن على نفسي أنا إزاي؟ فأنا حضرتك الناس دي يعني الشعب المصري بقى له الله، يعني مش عارفين نقول لهم إيه. أبو سمير من سويسرا شكرا جزيلا. أم حسين من مصر أهلا بيكي. السلام عليكم. عليكم السلام. ربنا يحميك. الله خليك. هقول لك على حاجة، أنا هروح أعمل عروسة وبخور لميت عشان يعني يبطل حسد، يعني عشان ما يتحسدش هعمل له عروس وايوه بخره عشان الحسد يا عيني مسكين. والله ما هقول لك حاجه، ما فيش كلام يتقال تاني بصراحه يا ابني، والله ما في كلام يتقال تاني. الله يهديهم ويصلح حالهم، حسبي الله ونعم الوكيل. مع السلامه، احلى انسان في الدنيا بحالها. الله يخليك يا ام حسين، متشكرين جدا جدا. ما تنسيش تعملي العروسه لمحمد معيت يمكن تشيل الحسد عنه. اسماء من مصر اهلا بيك يا اسماء. دكتور اهلا وسهلا. اهلا بيك. هو حاليا انا حديث التخرج كليه التربيه، وجربت ان انا اشتغل في مدرسه خاصه، المرتب تقريبا 850 جنيه، يعني مش عارفه بجد هي المدارس دي عايشه معانا كده وعايشه في الواقع اللي احنا عايشين فيه ولا في عالم تاني؟ ليه وزاره التربيه والتعليم مش ما يعني ما فيش اي رقابه خالص على المدارس الخاصه؟ ده اولا. ثانيا بجد ان الله لا يصلح عمل مفسدين، والسيسي مفسد وعمر ربنا ما هيعمل حاجه للدوله دي. انت بجد انت عارفه يا اسماء ان المدرسين في بريطانيا بيحسدوكي على 850 جنيه؟ ده يعني ده على عهده محمد معيط وزير الماليه. ايوه طبعا، يعني احنا مش عارفين نعمل بيهم ايه بجد، يعني بجد اللي هو يا دوبك مواصلات وما بنفطرش اصلا في المدرسه، يعني بناخد اكلنا كده من البيت عشان خاطر الفلوس بتخلص في المواصلات. بجد مش عارفين نعمل ايه بجد، يعني والله مش عارفين نعيش، يعني مقومات الحياه ما فيش. مش عارفه اقول ايه، بس حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد مأيده، وكل واحد لسه بيطبل السيسي. مش عارفه بجد هو عايز مننا ايه، مش قادر يحكم يسيبها بقى خلاص، مش قادر يتصرف يسيبها لواحد تاني بيفهم في الاقتصاد، يسيبها للناس بتفهم. مش عارفه مكمل ليه يعني لسه. شكرا. يعني مثلا هو عشان يعيش هو والحاشيه بتاعته يموت 100 مليون بني ادم، مش عارف ولا تعليم صح ولا صحه صح ولا اي حاجه في مصر عدله، يعني مش عارفه هو عايز مننا ايه ويطلع كده وعايز ايه من مصر. شكرا جزيلا ليك يا اسماء، شكرا جزيلا. ابو احمد من مصر اهلا بيك. اهلا بيك استاذ اسامه، مساء الخير. اهلا وسهلا، مساء النور. بص استاذ اسامه، هو بصراحه السؤال كوميدي قوي. هو ممكن محمد معيط لو كان قاعد بيتكلم من مع حد وقال له ان احنا بنحسدك، هو فعلا بيحسده كوزير ان هم الشعب المصري سايبه لغايه النهارده. هي دي نقطة الحسد الوحيد اللي ممكن يتحسد عليها، ان احنا سايبين الراجل ده في مكان لغايه النهارده. ولكن الموضوع ليه مدلول تاني، ان هو بيقول لك لا كده الراجل ده الناس دي مش فاهمه هو ده اخرهم، وهم كده شايفين ان هم صح، وده يقول لنا ان احنا رايحين في كارثه اكتر من اللي احنا رايحينها. وللاسف المنحازل وهم شايفين ان هم صح، تقريبا بيحضروا جلسات تقول معنويه كتير،
هو انا ابو احمد يعني عايز اتخيل حاجه كده معاك وانت بتكلمني من مصر، يعني لو يعني انا شاءت الظروف ان انا اقدر انزل بكاميرا دلوقتي في شوارع مصر وبدات اسال الناس في الشارع، وزير الماليه بيقول الناس بره بيحسدونا، ايه رايك؟ انت متوقع رد فعل الناس يبقى ايه؟ يا استاذ اسامه، لا ولا حد دلوقتي بيقعد، الطاقه اللي ابتدت تشتكي من الاسعار ومن الغلاء ومن الاوضاع طبقه انت لا كنت تتخيلها قبل كده. الناس اللي معاها فلوس هي اللي ابتدت تشتكي دلوقتي، مش الفقير اللي هو الغلبان والكلام من ده. النهارده الطبقه اللي معاها فلوس بقت هي اللي بتشتكي، لا عارف ياخد فلوسه ولا عارف يشتغل اونلاين، فلوسه قاعده من 2016 لغايه النهارده تخسر 75% من قيمتها، الدولار من 8 جنيه ل 32 جنيه يعني 4 أضعاف، انت خسرت الثلاث ارباع. فبالتالي طيب. الناس اللي معاها فلوس هي اللي بقت تشتكي. شكرا جدا يا ابو احمد، شكرا جزيلا، بعتذر لك لان وقت الحلقه بيخلص. معنا شريف من مصر اخر متصل، اهلا بك يا شريف. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، ازي حضرتك دكتور اسام؟ الحمد لله بخير. يعني انا متابع حضرتك على مكملين وعلى اليوتيوب كمان، بس بخصوص سؤال الحلقه انا يعني مش عارف هم يحسدون على ايه بالظبط. تفتكر حضرتك يعني لو مثلا فتحوا باب الهجره للدول الاوروبيه بطريقه شرعيه او قانونيه مثلا، تفتكر البلد هيقعد فيها حد حضرتك؟ انت ايه رايك؟ يعني هيقعد حد؟ لا ما افتكرش. يعني انا شاب من ضمن الشباب، انا مش شايف اي مستقبل او امل في البلد هنا اطلاقا يعني. يعني انا مستغرب من كلام بصراحه، يعني حاسس ان هم عايشين في دنيا او في يكلموا ناس شعب تاني ومش لينا يعني الكلام ده، مش عارف الحقيقه الكلام بيستفزني يعني بصراحه. بشكرك جدا يا شريف، شكرا جزيلا. معلش والله ناخد ابو حسن كمان اخر اتصال، بس باختصار يا ابو حسن لو سمحت اتفضل. حاضر. السلام عليكم استاذ اسامه، ربنا يتقبل منك يا رب ويتقبل من جميع العاملين عندك. باختصار شديد، انا بس يا ريت النظره دي حد يتبناها لوجه الله تعالى. احنا عايشين في جوع غير طبيعي، الشعب فعلا بيموت من الجوع، بس في حاجات تانية اعظم من كده واهم من كده واخطر من كده احنا ملاحظين. هو بيع تيران وصنافير دوت كان بيخدم النيل. طب بيع النيل دوت وانه يبقى محبس ومشروع اصلا صهيوني، المحبس يبقى في ايد الصهاينه، يعني يقطعوا عندنا ميه النيل يعطشونا يغرقونا. يعني كل اللي بيحصل في مصر دوت باختصار على مدار السنين، فساد تعليم، صحه، الناس بتموت من الامراض، الناس بتموت من المخدرات، الناس شباب بيموتوا في المعتقلات، البيوت بتتهدم على راس المصريين، ده كله سلوك مين؟ شفناه قبل كده فين؟ شفناه في فلسطين ولا لا؟ اللي بيحصل في فلسطين، اللي حصل في فلسطين والشعب اتفوجئ بان اللي كان بيبيعه ده ما كانش بيبيعه العرب ولا بيبيعه الخلايجه، ده كان. شكرك يا ابو حسن جدا، وبعتذر لك والله لان وقت الحلقه انتهى تماما. وعايز اختم، عايز اشكر كل الناس اللي شاركونا في الاتصالات وفي الرسائل، واختم برساله مهندس احمد هي اخر كلام في حلقه الليله. الناس بره بيحسدونا على التفرد، مصر هي البلد الوحيد اللي الطبيب فيها بياخد بدل عدوى اقل من المستشار، مصر البلد الوحيد اللي المهندسين مش عارفين يعيشوا، البلد مليانه مشروعات في العاصمه، مصر البلد الوحيد اللي فيها ناس تصدق لميس وديهي ويكذبوا حالهم، مصر البلد الوحيد اللي فيها ناس بتاكل من الزباله وتفضل عايشه تاكل من الزباله، مصر البلد الوحيد اللي فيها جمعيات بتشحت عشان توصل ميه وفي نفس الوقت بتعمل كباري وعاصمه جديده، مصر البلد الوحيد اللي غير انا في الديون ولسه بتقترض، وهي البلد الوحيده اللي فقدت زراعتها وصناعتها وخبراء الدوله بيتوقعوا الافضل برضه، مصر البلد الوحيده للاسف اللي في اخر طابور الامم في كل شيء. يا محمد يا معين، تصبحوا على خير.